أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم المميز دائما الأهلي الليلة. حلقة جديدة من برنامجنا يكون معنا فيها تفاصيل وكواليس وضيوف كرام، هتستمتعوا بأدائنا النهاردة إن شاء الله في الأهلي اليوم. في البداية رحب بزميلي محمد سعيد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز إيهاب الخطيب، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي ليلة ومتابعة لكل ما هو جديد داخل النادي الأهلي سواء فيما يتعلق بقطاع كرة القدم أو الأحداث الرياضية والجمعية العمومية العادية داخل النادي الأهلي. محمد، أكيد جماهير النادي الأهلي بتترقم ما يحدث داخل القلعة الحمراء وثورة الإصلاح فرقة كرة القدم اللي يعني على قدم وساق، والفترة الجاية تكون في بعض الأمور اللي هتعلن فيه توقيتها المناسب من حيث الدعم ومن حيث خطة فريق الكرة في الفترة المقبلة. لكن أيضا عندنا تصريحات من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بيؤكد سلامة الكابتن محمود الخطيب وسلامة صحته الحمد لله وفقا لما قيل في بعض المنابر الإعلامية في الفترة اللي فاتت يا محمد. ولكن كابتن محمود الخطيب صحته الحمد لله بألف سلامة والأمور العلاجية ماشية بالشكل الأفضل والبرنامج العلاجي لم يتغير ولم يترك به أي جديد، وإن شاء الله يعود سالما لأرض الوطن في الأيام المقبلة. ألف مليون سلام على الكابتن محمود الخطيب، وبإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة يعود من جديد إلى أسرته وأهله وإلى النادي الأهلي من جديد لممارسة نشاطه ومتابعة كل ما هو جديد داخل النادي الأهلي. يمكن تصريح العميد محمد مرجان النهاردة ظهرا جه في وقته وفي توقيته، لأن بعض الشائعات أو البعض كتب أن الحالة الصحية يعني في بعض الأمور مش واضحة، فبالتالي كان تصريح العميد محمد مرجان جاي في وقته ومناسب جدا، وبصراحة قفل أي شائعات على أي موضوع. وهي قصة أنت بعد بتعمل أي عملية بالتأكيد بيبقى في تشيك أب وفي متابعة مع الطبيب المعالج ليك اللي أجرى العملية الجراحية، وطبيعي أنت في التوقيت الحالي أنت في فترة نقاهة ومتابعة عليه الجرح بالتاكيد بعد العمليه الجراحيه، وان شاء الله خلال الايام القليله القادمه باذن الله كابتن محمود الخطيب نطمئن عليه ويغادر المستشفى ويعود باذن الله الى ارض الوطن سالما باذن الله. ان شاء الله محمد مرحله جديده بيمر بها فريق الكره سواء كان من التدعيمات او سواء كان من ضبط الامور في المرحله المقبله. اكيد الهدف منها العوده للرياده من جديد وتصحيح الاخطاء، مجلس الاداره طبعا معترف بها خلال الفتره الماضيه، لان رجال الاهلي اعتادوا في الفتره الأخيرة على مواجهة الأخطاء وعدم التبرؤ منها، وأكيد في بعض الأخطاء وبعض الأمور اللي بيبدأوا فيها يعني ضبط وتصليح المهمة. مرحلة صعبة بتأكيد محتاجة التكاتف من الجميع، تكاتف المنظومة سواء كانت الجماهير مع مجلس الإدارة مع الأجهزة الفنية مع اللي بيتم إعطائه المسؤولية في هذه المرحلة. ودايما حتى الجماهير بترفع شعار على الحلوة والمرة معاك يا أهلي، وجماهير النادي الأهلي عمرها أبدا ما كانت عقبة قدام النادي ودايما بتسهل الأمور، لأنها دايما بترى أن مجالس إدارة النادي الأهلي المتعاقبة دايما بتعمل لمصلحة الفريق. كل مصلحة أو كل فترة ليها ظروفها وكل فترة ليها الأمور اللي بتحدث فيها، ولكن الأمور في هذا التوقيت ما فيش شك أنها أمور صعبة جدا، وما فيش شك أن الإصلاح بيدور على قدم وساق، وأن الإصلاح في المرحلة الجاية هيتشاف بشكل كبير جدا من خلال الامور اللي هتبدا الاعلان عنها في الفتره الجايه. وعي جماهير الاهلي اللي دايما بيزيد وبيكون العوامل اللي بتصنع دايما سرعه الخروج من مثل هذه الاحداث، ودايما عودنا مجلس اداره الاهلي انه بيعي ما يحدث، وانا بقول لكم ان مجلس اداره النادي الاهلي يعي تماما غضب جماهير النادي، لان في الاخر اعضاء مجلس الاداره دول هم جماهير شايفين الموقف بشكل كبير جدا، لكنهم في وضع المسؤولية، وبالتالي بدأت خطوات الإصلاح اللي اتفق عليها الجميع بتغيير المدير الفني. طبعا النهاردة كان في وجود كابتن طارق سليمان مدرب لحراس المرمى، كابتن عادل مصطفى بقى موجود مدرب، طبعا انتوا عارفين الكابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت في المرحلة اللي جاية، زي ما قال أمين الصندوق الأستاذ خالد الدرندلي إن الفترة الجاية هيكون في مدير فني عالمي من الأسماء الكبيرة على رادار النادي الأهلي، وأن النادي الأهلي خلاص في الفترة الجاية عشان بعض الاجتهادات بتقول أحد المدربين المصريين يتولى. طب الكابتن محمد يوسف هيكمل لآخر ولا لأ؟ طب النتائج لو مشي بالشكل السليم ولا لأ؟ كل الكلام ده اجتهادات محترمة جدا، لكن بعد التصريحات اللي أدلى بيها الأستاذ خالد درندلي أمين صندوق النادي الأهلي الأمور واضحة جدا 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 في أن القادم هو مدير فني أجنبي للنادي الأهلي. وطبعا كل التوفيق للكابتن مصطفى كمال وكل التوفيق لمستر كارتروني اللي كان فيه جلسة بتجمعه منذ قليل في النادي الأهلي مع العميد محمد مرجان
ومع امين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي. الراجل قعد بكل لطف وانا اتكلمت مع الاستاذ خالد الدرندلي، قال للراجل يعني اتكلم بكل لطف واتكلم فاهم وتفاهم الموقف تماما، وراجل انهى مستحقاته بشكل محترم جدا، وقال ان هذا الرجل محترم ما قصرش مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان فيها بعض الامور، لكن حقيقه الامر ان برضو الراجل في الجلسه قال ان انا ما طلبتش حاجه من اداره النادي الاهلي واثر فيها. انا بقول لكم كلام وكواليس الجلسه، مستر كارترون قال لامين الصندوق الاستاذ خالد الرندلي والعميد محمد مرجان انا ما طلبتش حاجه من مجلس اداره النادي الاهلي واثر فيها، ربما تكون الظروف، ربما يكون اصابه بعض اللاعبين في المرحله اللي فاتت، ولكنها هي الاقدار، وانا سعيد بالفتره اللي اشتغلت فيها في النادي الاهلي وحاولت ادي بشكل كبير جدا، واتمنى ان تكون الجماهير مش زعلانه مني، واتمنى اكون اديت على قد ما اقدر، لكن هي دي الاخر النتائج، وانا مش حزين، انا بس حزين ان انا مشيت ما كملتش في النادي الاهلي، لان كان عندي حلم والحلم ده اتحقق على ارض الواقع، والان انا بعيد عن النادي الاهلي، وكل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لكارترون في المرحله الجايه يا محمد، لانه واحد من المديرين الفنيين اللي ادى في ظروف صعبه جدا. تعرف جه في توقيت كان صعب جدا، الاهلي كان يمتلك نقطه، كان اخر ترتيبه في المجموعه، وصل النهائي، مفيش شك ان ادارته للنهائي الافريقي لم تكن بالشكل الفني المطلوب، وايضا ادارته بعد كده حاله ربما يكون من التراجع، ولكن او الضغوط عليه، او هو ما استحملش الضغوط، لكن في النهايه الامور بتنتهي بسلام، والنادي الاهلي بيودع كارترون اللي بنتمنى له التوفيق في المرحله الجايه. نتمنى التوفيق لباتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي سابقا خلال الفتره القادمه في مشواره التدريبي، والتغيير لن يقتصر فقط على كارتيرون او مايكل ليندمان، انما هناك خطوات جاده في تغيير شكل الفريق بوجه عام، وهذا الامر لم يعد سرا خلاص بعد تصريحات الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي، واللي قال فيها ان الاهلي رصد ميزانيه ضخمه للانتقالات الشتويه وتطوير شكل فريق كره القدم خلال الفتره القادمه. مساله التعاقدات او الميزانيه الضخمه ليست تقليلا من اللاعبين الموجودين حاليا، ده شيء طبيعي في اي فريق بينافس على كل البطولات في العالم بشكل عام. كل فرق العالم بتبحث عن احتياجاتها وما هي المتطلبات الخاصة بفريق كرة القدم خلال الفترة القادمة. وفي نقطة مهمة جدا واحنا بنتكلم في التوقيت الحالي عن النادي الأهلي، وهي الشخصية. شخصية النادي الكبير هي اللي بتفرق في هذه المراحل المهمة. شخصية الفرق الكبيرة هي اللي بتفرق وهي اللي بتميزها عن أي فريق آخر لما بيتعرض لكوبا أو بيتعرض لأي إصابات أو غيابات لفترات طويلة، ممكن بيبتعد لبطولات لسنوات طويلة، لكن شخصية النادي الأهلي بما إنه هو مر عليه هذه الأمور ممكن كل 15 سنة مرة مثلا في تعديل أو في تطوير فريق كرة القدم، فبالتالي شخصية النادي الأهلي هنا اللي احنا بنراهن عليها، واللي ده الجمهور عارفه دايما، يعني الجمهور دايما عارف شخصية النادي الأهلي وعارف محتاجين ايه الفترة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي عشان نقدر نستعيد جديد خلال الفترة القادمة مشوار الدوري العام وكأس مصر والبطولة الأفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله خلال الشهر القادم. وعايز أكد على دور المشجع الأهلاوي، دوره المساند والداعم بشكل إيجابي لفرقته والناديه خلال الفترة القادمة. في كلام كتير زميل إيهاب بيتردد عن أسماء كثيرة جدا مرشحة لخلافة باتريس كارتيرون، وانت بالتأكيد ذكرت عدد من الأمور الهامة فيما يتعلق بالمدير الفني القادم، لكن اللي بيهمنا واللي بنأكد عليه داخل النادي الأهلي واللي الأهلي بيسابق الزمن فيه، إن بيتم اختيار مدير فني يليق بحجم طموحات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وهذه المعاني لها مدلولات كثيرة جدا. لو نركز في كل معنى وفي كل كلمة من هذه الجمل هنعرف ان الفترة القادمة بإذن الله رايحين بشكل إيجابي جدا بعد ما تم وضع ايدينا على كل الأمور الموجودة داخل الفريق. وحتى الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته قال حتى لو كنت بكسب، حتى لو كنت بفوز بالبطولات، في أمور أنا شايفها كانت محتاجة إلى تعديل خلال الفترة القادمة. كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي في اتخاذ القرارات الحاسمة اللي هتصحح مسار قطاع كرة القدم بوجه عام خلال الفترة القادمة وفريق كرة القدم بوجه خاص خلال الفترة القادمة. أنت عارف النادي الأهلي ما بيحاسبش بالقطعة، ولكن عشان الناس برضو تبقى فاهمة بعض الأمور، وأنا بقول لك إن بعيدا عن هزيمة الوصل لم يكن مستر كارترون مستمرا مع النادي الأهلي، عشان الأمور ما بتتاخدش بقطعة أو بماتش أو ماتش، لا الأمور مستعدة. وكلامك المهم اللي انت قلته وتصريحات الكابتن الخطيب الفترة اللي فاتت ما كانش ينفع التغيير لظروف معينة، أما كل الأمور عند الإدارة مرصودة، وبالتالي كانت هناك في قرارات كبيرة في الوقت اللي فاتت بعيدا عن ماتش الوصل تماما، ولكن الأمور محسومة قبل كده محمد. أكيد زميلي إيهاب، لكن طبعا
في التوقيت الحالي ده اول تدريب لفريق النادي الاهلي النهارده بيقام على ملعب مختار التتش بالجزيره. محتاجين نعرف اخبار الفريق في ظل التغييرات الموجوده على صعيد الجهاز الفني، حاله اللاعبين المصابين. خلاص داخلين في المباريات المحليه وتسع مباريات ما بين 7 محلي واثنين افريقي في اقل من 31 يوم، فبالتالي مرحله مهمه. محتاجين نعرف كل التفاصيل. هنروح مباشره لزميلي احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير عليك محمد، ومساء الخير على زميلنا العزيز ايهاب الخطيب، ودايما منورين قناه الاهلي. اهلا بيك يا ابو حميد. طيب طمني حاله الفريق وما رصدته وما شاهدته في تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، اللاعبين الغائبين، المحاضره الخاصه بالجهاز الفني، وجود الكابتن سيد الحفيظ كمدير للكره، هل هناك اجتماعات؟ ما رصدته في ملعب التتش خلال الساعتين الماضيتين في اول تدريب للفريق عقب العوده من الامارات؟ تاكيد محمد استأنف الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي تدريباته اليوم الرابعه عصرا. يمكن سبق التدريب محاضره خاصه بين الجهاز الفني واللاعبين، طالت الجلسه لمده ساعه ساعه وربع. يمكن كان فيها تحديات كبيره جدا من الجهاز الفني مع اللاعبين لتصحيح المسار وتوضيح الامور. الفتره الحاليه اللي بيمر بها النادي الاهلي متطلب من اللاعبين التركيز والضروره والحرص على ظفر اللقب المتوج به النادي الاهلي في العام الماضي، وهو الحفاظ على لقبه في الدوري الممتاز. يمكن الاهلي بيستعد للمقاولين في الجوله رقم 16 من بطوله الدوري يوم الثلاثاء القادم. كل امنيات النادي الاهلي، القياده الفنيه من الكابتن محمد يوسف الذي يتولى الاداره الفنيه المؤقته بعد رحيل باتريس كرتون كما ذكرت انت الزميل العزيز ايهاب الخطيب. يمكن قبل بدايه التدريب شفت كابتن سيد عبد الحفيظ في جلسه مع وليد سليمان اللي حضر المحاضره لكن لم يشارك في التمرين، اتكلم مع كابتن الفرقه كابتن عاشور فتحي، كل الناس اتكلم معاهم في سواء خاصه وجانبيه. كابتن سيد عبد الحفيظ نزل الملعب جرج باجاييه وكلوبالي، راح للدكتور خالد محمود يطمن على اللاعبين واصابتهم مده الغياب. يمكن كان ظهور برضه للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بعد رحيل بعد يعني قبول الاعتذار من الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس وعدم استمراره في منصبه. يمكن كابتن طارق كان موجود النهارده مع شريف اكرامي وعلي لطفي غاب الشناوي يمكن عشان اصابته في العضله الضامه في مباراته اللي فاتت امام الوصل. كان تدريب بدني خاص لعدد كبير جدا من اللاعبين محمد، كان تدريب مكثف بقياده المدرب الاحمال حسين عبد الدايم. يمكن غاب عن المران الجماعي سليف كلوبالي واجاييه كانوا حول الملعب كانوا بينفذوا برنامجهم التاهيلي، كانت تدريبات بدنيه خفيفه لجانب تدريبات جري حوالين الملعب على هامش المران. يمكن عمرو السوليه وكذلك رامي ربيعه وعلي معلول ومحمد هاني كانوا برضو موجودين بينفذوا برنامجهم التاهيلي على هامش المران. لو كلمتك عن غياب وليد سليمان والحارس محمد الشناوي يمكن للاجهاد وبالنسبه لوليد سليمان، والشناوي كان في الجيم بيواصل اداء برنامجه العلاجي للتعافي ان شاء الله من العضله الضامه. غياب وليد ازارو ايضا كان غايب عن المران. لكن خليني اوصف لك ان النادي الاهلي النهارده اللعيبه مركزه جدا، تركيز كبير عالي جدا من كل اللاعبين ومن الجهاز الفني، حرص كبير جدا جدا من كل اللاعبين والتكاتف حتى كعاشور كباتن الفريق احمد فتحي وليد سليمان وجود كابتن سعد حفيظ، كل اللعيبه بتتكلم مركزين مهتمين. قفلوا الصفحه طبعا بالتاكيد لان دي طبيعه شخصيه النادي الاهلي، قفل صفحات المباريات اللي فاتت كلها، بفكر في اللي جاي، مباراه كبيره قدام نادي المقاولين اللي بقى له اكثر بقى له اقرب فتره ليه مع تولي عماد النحاس 10 نقاط حصدوا من 4 نقاط متتاليه، فبالتالي هو فريق قوي. لكن النادي الاهلي مركز جدا جدا لهذه المباراه للخروج من عنق الزجاجه. طيب مده المحاضره يا كيوان داخل ملعب التتش كانت مده طويله، الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد اتكلموا في وقت طويل مع اللعيبه، ولا كان المده اكتر داخل غرفه خلع الملابس؟ لا كانت المده اكتر داخل غرفه خلع الملابس يا محمد، يمكن اتكلموا فتره طويله جدا، واكيد كان حرص لتحديد المهام ورؤيه الفريق الفتره المقبله. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمد يوسف دخلوا اللعيبه، حتى اللعيبه جايه من بدري موجودين من بدري من الساعه 3:30، لكن ما خرجوش داخل الملعب الا الساعه 5:30. فالمحاضره كانت طويله والكلام كان كبير وكان محدد وواضح جدا، وباين كمان على حماس اللاعبين وشكلهم وادائهم في الملعب. بيبان يا محمد برضه من خبرتك الطويله بتشوف في عين اللعيبه، لا اللعيبه خارجه من غرف الملابس مركزه، اللعيبه ملتزمه في التدريب، اللعيبه كلها على قلب رجل واحد. خلاص الصفحات اللي فاتت قفلت تماما، اللعيبه كلها بتفكر، حتى اللعيب اللي بيفكر في الرحيل او بيفكر في البقاء مش موجود تماما، كل اللاعبين بيتمرنوا على حده واحد. يعني مفيش لعيب النهارده محمد واخد جنب، مفيش لعيب زعلان من حاجه، لا اللعيبه كلها الامور تمام، الامور مستقره، اللي المصاب بيكمل تاهيله في مكان لوحده، كل الامور ماشيه، كل الامور تمام، استقرار تام جدا في جهاز الفني الاداري
النادي الاهلي. تولي الكابتن طارق سليمان تدريباته وعمل تدريبات مره النهارده، ظهر شريف اكرامي وعلي لطفي، كان في حماس كبير جدا وتنافس كبير بين اللاعبين سواء علي وكذلك شريف. طبعا بيجري الشناوي كما ذكرت باصابته بالضمه، لكن كمان حرص وليد سليمان التواجد في التمرين يا محمد، حتى هو ما شاركش لانه النهارده عنده اجهاد ومصاب اجهاد كبير جدا في رجله، لكن انه وجد انه كان موجود مع كابتن سيد الحفيظ وكان في حد جانبي بينهم، ان عاشور يتكلم برضه على فترات مع كابتن سيد الحفيظ قبل بدء التمرين. لا كان في تركيز كبير جدا من كل الناس، حتى كابتن سيد الحفيظ وهو نازل بيلف مع اللعيبه بيتكلم مع كل اللاعبين، راح للدكتور خالد طمني مين اخباره ايه دي هيكمل امتى. رامي ربيعه كان بيجي زي ما قلت لك، هو واستوليا ومحمد هاني وعلي معلول كانوا موجودين. ظهور اجايو ده مطمئن بيستأنف تدريباته لانه كان لاعب مؤثر جدا في النادي الاهلي، كان جنبه سليف كوليبالي كانوا بيكملوا علاجهم الطبيعي جدا. لكن اخر حاجه كيوان، ما تحددش بشكل رسمي مين ممكن يلحق مباراه الموالين سواء محمد هاني، احمد فتحي، عمرو السوليه، ما فيش تصريح رسمي محمد الشناوي حتى هذه اللحظه. لحد اللحظه دي محمد لا، يمكن كله احنا لسه معانا وقت من يومين او 48 ساعه قبل هذه المباراه، اعتقد هيبقى فيهم كلام ثاني، لكن انا شايف ان الشناوي لسه لم يحدد امره، كذلك هاني، كذلك فتحي، كل الامور ممكن تتحسم بكره او بعده بكثير قوي محمد. شكرا ليك زميلي احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي، كان معنا على تليفون من ملعب مختار التتش بالجزيره لمتابعه اول تدريب لفريق النادي الاهلي بعد العوده من الامارات والاستعداد للبطوله المحليه خلال الفتره القادمه. زي ما اكدت مع زميلي ايهاب خلال الانترو النهارده على المرحله القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، برده عندنا يا جماعه قطاع ناشئين مميز جدا، عندنا دكاتره مميزه، عندنا اساتذه في القطاع الطبي تحت في قطاع الناشئين، ايضا مدربين على اعلى مستوى، تم الاستعانه بعادل مصطفى في الفريق الاول، ايضا عندنا دكاتره متميزين في قطاع الناشئين معاهم شهادات على اعلى مستوى سواء في العلاج الطبيعي او حتى في الطب، فبالتالي النادي الاهلي سواء في الفريق الاول او في قطاع الناشئين عندنا الحمد لله امكانيات متميزه داخل النادي الاهلي مع الاستعانه بالخبرات الاجنبيه خلال الفتره القادمه لشكل فريق كره القدم في الفتره القادمه. طيب النهارده محاور الحلقه فيها تفاصيل كثيره، يمكن الفقره الحواريه الاولى لزميلي العزيز ايهاب الخطيب هتكون مع الكابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي، وبالتاكيد هيلقي الضوء على المباريات القادمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي ومباراه المقاولون العرب وما هو قادم بالنسبه لمستقبل فريق كره القدم، بما انه بالتاكيد احد نجوم النادي الاهلي وهو ليه دور كبير جدا كمان في متابعه فرق قطاع الناشئين، بحيث ان كمان دوره كبير جدا داخل منطقه القاهره لكره القدم. ثم الفقره الثانيه هنستعين بيها بنجم كبير غاب لفتره طويله عن الظهور، لكن النهارده بيشرفنا وينورنا الكابتن جمال مساعد احد نجوم خط وسط فريق النادي الاهلي في جيل التسعينات، هنلقي الضوء على مرحله التسعينات وهو كمان اخباره ومتابعته لفريق كره القدم. ثم الفقره الاخيره فقره الكره العالميه مع زميلي عمر ربيع ياسين، وعنده احداث كثيره النهارده، مباريات الدوريات الاوروبيه انطلقت بعد الاجنده الدوليه ما انتهت بشكل رسمي للمنتخبات الوطنيه، وايضا خلال الايام القليله القادمه استئناف مشوار دوري ابطال اوروبا. لكن في هذه اللحظات اخرج الى فاصل لبدء الفقره الحواريه الاولى لزميلي العزيز ايهاب الخطيب مع الكابتن محمد حشيش. النادي الاهلي ومن النجوم الكبار في النادي الاهلي واللي مر عليهم امور كتيره جدا، مرت عليهم لحظات الانتصار فكانت الفرحه والامل، وما كانتش ابدا لحظه غرور بالانتصار في الوقت الحالي بل كانت في نظره لبكره، مرت عليهم لحظات الانكسار فكان عندهم امل ان هم بناديهم الكبير كبوه وبتعدي. ما فيش شك ان كره القدم دايما بتحب المكسب بتحب البطولات، ولكن العالم كله بيمر بهذه المرحلة سواء كان في فرقة رياضية كبيرة، في لاعب مستوى مميز، في نادي كبير. النهاردة نشوف ريال مدريد أخباره عاملة إيه، ده مش معناه إن الواحد بيقرب وبيبعد وبيتكلم وبيجيب حجج، لكن ده الطبيعي، ولكن لما يكون ده الطبيعي أو مش من الطبيعي أكيد في النادي الأهلي بيبقى له وقفة، أكيد النظرة على المستقبل بتختلف، أكيد مصلحة النادي والقرارات المقبلة هتكون في مصلحة الفريق، لكن أكيد لوحدكم هتشوفوا القرارات اللي جاية وهتشوفوا التدعيمات وهتشوفوا الفترة المقبلة، لكن اللي شاهد على التاريخ وشايف أكيد في فترات بتيجي فترات انكسار يتولد منها الانتصار. أرحب بضيفي وضيفكم وواحد من نجوم النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي كابتن محمد حشيش، مشرفني ومنورني. إزيك يا هاب؟ أخبارك كله تمام؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كابتن اكيد هبدا معاك وانا دايما يعني 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 ببدا معاك بوضوح، ببدا معاك
بدون ما 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 بنقي الكلام، ولا بقول لك هنقول ايه ومش هنقول ايه على الهواء، لكن الوضع الان في بعض الاخطاء بيتم تصليحها. احب اشوف واسمع من نجمنا الكبير كيف يرى الوضع الحالي لفرقه كره القدم. بص، هو طبعا يعني حصلت مشكله وحصل اخفاق في بطولتين كبار كلنا كنا نتمناهم، وجماهير النادي الاهلي طبعا كانت تتمنى بطوله افريقيا التاسعه وبعديها البطوله العربيه. انما انا عايز اقول ان النادي الاهلي طبعا كبير ببطولاته، بطوله افريقيا 8 مرات قبل كده غير ابطال الكؤوس، عندك بطولات عربيه كتيره، دي اللي هتبقى اخر ولا اول بطوله سواء افريقيه او عربيه. القادم اهم. التقطيع والنقد سهل قوي، والمدح سهل قوي. احنا مشكلتنا والنقد البناء مطلوب طبعا طبعا. احنا مشكلتنا ان احنا دايما بنبالغ في الفرح وبنبالغ في الحزن. احنا عايزين نكون موضوعيين. في اخطاء طبعا حصلت، قبل ما نقول الاخطاء وقبل ما نقول ايه اللي ممكن يتعمل لازم نثق الاول في الاداره بتاعتنا. تمام. الاداره على مستوى عالي جدا جدا، على راسها نجم مصر تاريخ كره في مصر، سواء نجم في الملاعب او من الناحيه الاداريه، معاه مجلس اداره كلهم على مستوى عالي جدا، تمرسوا في الاداره في النادي الاهلي وفي مراكزهم لسنوات طويله. مش هنيجي نسمع بقى من واحد لعب كوره مثلا سنه ولا واحد مشجع ولا نعمل كذا او نعمل كذا او نعمل كذا. عمر النادي الاهلي ده الكلام يبقى خارج عن النص، لكن برضه في بعض الامور بتتقال طبعا اكيد مليون في المية بنسمحها. مليون في المية طبعا. فاحنا عايزين نقول ان احنا اهم حاجه المرحله الجايه. عايز اقول لجمهور النادي الاهلي الاصلاح عمره ما هيكون يجي بسكينه مره واحده وتخلص الموضوع في يومين ثلاثه وتغير الدنيا. الاصلاح ده بيبقى على مراحل وعلى فترات، وخصوصا ان انت في وسط الموسم وفي وسط المعمعه. انت عندك بعد 3 4 ايام في ماتش مهم جدا، في بطوله انا في رايي لا تقل عن بطوله افريقيا او هي الاساس، البطوله المحببه، هي الاساس اللي بتدخلك. تمام. البطولات الافريقيه والبطولات العربيه يعني هي الاساس بالنسبه لنا، بتخشها من الباب الكبير باب بطوله الدوري. بالظبط كده. يعني لازم الاول الناس كلها تتكاتف، الناس كلها يعني تبطل كلام وتبطل رغي وتصمت شويه. المرحله محتاجه المسانده الفتره دي عشان تعدي. انت عندك مشكله ان انت داخل على طول في ماتشات ومؤجلات، واوحش في حاجه هنا بالنسبه للفرقه انها كنا عندها مؤجلات ويكون المنافس سابق. لو ماتش وماتش في نوع من الضغط طبعا. ضغط كبير جدا. اخفاقك للضغط ضغط السوشيال. ويمكن الكابتن صالح سليم رحمه الله كان قايل المدرجات تحكم الاهلي. اهلي ما ينفعش، وربما كانت غلط المدرجات بالسوشيال ميديا. المدرجات دلوقتي لا، وصلك بطوله النهائي في الافريقي بغض النظر عن، انما انت وصلت نهائي افريقيا بعد ما كنت انت متزايل القايمه، فدي في حد ذاته نجاحات الناس مش حاسه بيها طبعا، عشان جمهور النادي الاهلي بيبص دايما للبطوله. انما دي في حد ذاته عند كتير من الانديه سواء في مصر او بره مصر بيعتبر نجاح ان انت وصلت للفاينل. خرجت من البطوله العربيه بماتشين تعادل، انت ما اتغلبتش في الماتشين، يعني ايكوال برضو مع الفرقه. وبعدين عايز اقول لك ان باخطاء بسيطه حصلت الماتش الاخير سواء من الشناوي او الفرصه اللي اهدرها وليد ازارو، انت كان ممكن مستمر في البطوله العربيه لغايه دلوقتي، وكانت الناس. طب من وجهه نظرك هل لو كان النادي الاهلي تخطى مباراه الوصل وتخطى هذه دور ال 16 في كاس زايد، هل برضو كان هيحصل تغييرات فنيه ولا كانت الامور؟ على الاقل في الفتره القريبه اللي احنا فيها دي لا. ممكن على المدى البعيد انك كان ممكن زي طبيعه النادي الاهلي انها بتكمل لغايه الموسم، ما تعملش بفتره معينه. بس يمكن الاداره خدت القرار ده لان الجمهور ما كانش هيستحمل وجود كارتيرون الفتره الاخيره، لان بطولتين في فتره قريبه قوي ورا بعض انت خرجت منهم بغض النظر خرجت ازاي، فما كانش ممكن يعني
كان التغيير مطلوب في الفتره دي، يعني كان التغيير مطلوب في الفتره بشكل دي بشكل محترم. شكل كويس طبعا. الاستاذ خالد الرندلي في الامارات ابلغ وجها لوجه وكارترون، قال لك انه يتم ابلاغ وجها لوجه، ده حاجه محترمه جدا طبعا، وانهى كل حاجه النهارده في النادي الاهلي. واعتقد ان هو كان يعني نفسيا مؤهل لحاجه زي كده، لان عارف النادي الاهلي طبعا جمهوره كبير قوي ونادي بطولات، واحيانا بيبقى التغيير لمجرد التغيير برضو مطلوب، ان انت بتشحن اللعيبه تاني بجهاز جديد بيقدر يعالج النفسيات، ممكن في ناس ما كانتش موجوده في الصوره ممكن مع تغيير المدرب تبقى عندها امل انها تبقى موجوده في الصوره تاني وتلعب وتظهر. فاعتقد ان هو يعني طبعا احنا ما بنعدلش على قرارات النادي الاهلي، احنا واثقين في القرارات، فاعتقد ان التغيير كان مطلوب الفتره دي، بس لازم ندي الراجل حقه ان هو عمل مباريات كويسه وفي الفتره بتاع التدوير عنده اصابات، وكان عنده اصابات كتيره جدا وضغط مباريات. وبعدين عايزين نقول حاجه يا ايهاب برضه، يعني لازم نكون برضه احنا صراحه، لما ترجع النادي الاهلي من 10 15 سنه كان في حوالي 18 20 لعيب على مستوى عالي، ما تقدرش تقول فلان احسن من فلان، كان عندك دكه قويه. لما كان بيغيب عن النادي الاهلي ثلاث واربع وخمس لعيبه ما كنتش بتحس بيهم. دلوقتي انت بقالك فتره كبيره معتمد على اربع خمس لعيبه، لو هنتكلم على احمد فتحي ومعلول واجاييه ووليد سليمان وازارو. لما فرقه تبقى معتمده على الخمسه دولت، وكنا بصراحه عشان برضو احنا نبقى يعني صادقين وبنتكلم كلام واقعي، كنت وانت قاعد الفترات اللي فاتت تحس ان المكسب بيجي برضو بصعوبه، ما عندكش برضو حلاوه الاداء في الملعب، ولكن كان المكسب بيخليك تتغاضى مؤقتا على امل ان الاداء بعد كده يتحسن. اما يكون فجاه يحصل لك دروب في الخمس لعيبه دولت ويبقوا بره تيم النادي الاهلي في وجود العناصر الثانيه اللي موجوده في النادي الاهلي اللي هي انا يعني اقل من مستوى اللعيبه اللي انا قلتهم، لازم الفرقه تقع طبعا، ولازم الفرقه يعني يحصل فيها تراجع، يحصل فيها تراجع، وخصوصا ان انت بتتكلم التراجع ده حصل ايه؟ امتى؟ حصل في النهائيات، ما حصلش لان انت بتلاعب برضو فرق على مستوى عالي ولها تاريخ، مثلا زي الترجي حاصل على بطولات افريقيا كتير ونادي كبير الكره التونسيه طبعا معروفه، فيحصل الاخفاق ده. ومع ذلك انت لما تيجي تبص للمباريات تتكلم على 3-1 هنا و 3-0 هناك، يعني انت ما رحتش برضو ايه بعيد، يعني برضو تقدر تقول عليها ظروف ماتشات مع النقص العددي الغير عادي في مباريات حساسه زي النهائي الافريقي. فاحنا مش عايزين نظلم الراجل لان هو المتاح بالنسبه يعني له. يعني بمناسبه النقص العادي، يمكن في تصريحات الدكتور خالد محمود حصريا الان قال ان محمد هاني هيغيب عن لقاء المقاولين العرب، محمد الشناوي حارس المرمى هيغيب عن لقاء المقاولين العرب، وبكره هتجرى اشعه على رجليه هيبان مدى الغيابه دي. كابتن احمد فتحي لن يلحق بمباراه المقاولين العرب، ففي ظروف. وليد سليمان ما تدربش النهارده، وليد سليمان بكره هيتحسم هيلعب مباراه المقاولين ولا لا، فهذا هو الموقف. يعني انت عمال تقل كمان لعيبه اساسيه، محمد الشناوي راجل لعيب اساسي جون الاساسي بتاع النادي الاهلي ومنتخب مصر، هيغيب بغض النظر عن الاخطاء، محدش يعني معصوم من الخطا. كلنا ثقه في الكابتن شريف اكرامي وفي كابتن علي لطفي، ولازم ياخد بقى فرصه ويرجع تاني. واكرامي ياما طبعا يعني شريف ياما شال النادي الاهلي وطبعا وصل النادي الاهلي لبطولات. وليد سليمان من الركائز برضو ممكن احتمال يغيب، احمد فتحي غير موجود، محمد هاني البديل مش موجود. فانا عايز اقول ان احنا يعني نستفيد من الاخفاق اللي حصل ده في بعض بقى الحاجات اللي تتعالج. لازم برضو بنعيد تاني، لازم يا جماعة التدعيم، والتدعيم في أكتر من مركز. أنا عايز برضو أتكلم في نقطة إيهاب، إن أنت برضو خلال الفترة اللي فاتت، السنين اللي فاتت، سنتين ثلاثة اللي فاتوا، أنت عندك ناس محسوبة في القائمة عندك وشغلة مكان في القائمة وهي مش موجودة خالص، يا للإصابة المتكررة يا ما بتلعبش، وحتى لما بتلعب ما بتتمسكش بالفرصه دي وتثبت نفسها عشان تكمل، بتلاقي برضو مستواه متواضع، وده ما عدناهوش في النادي الاهلي. يعني يجب ان يتم حسم الملف الطبي لبعض اللاعبين. مليون في المية، لان انت القايمه صغيره،
على حجم البطولات بتاعت النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت والمشاركات بتاعته، فلازم يبقى في لعيبه على عايز اللعيب الجاهز الجاهز اللي اصابته طارئه وترد يرجع الجاهز والمميز للنادي الاهلي الجاهز والمميز والمميز النادي الاهلي لازم اللعيبه بتاعته تبقى مميزه زي ما تعودنا على التاريخ كله تاريخ النادي الاهلي قوام منتخب مصر دايما سبعة ثمانية اساسيين في الملعب النادي الاهلي غير الناس اللي قاعده بره احتياطي في منتخب مصر فلازم اللعيبه اللي تبقى موجوده وتنزل وتلبس فانيله النادي الاهلي تبقى على مستوى عالي جدا ومستوى عالي فني والشخصيه بتاعت النادي الاهلي شخصيه اللاعب ان اللاعب النادي الاهلي لازم يتحمل الضغوط اللاعب النادي الاهلي اللي بيتغلب مثلا في مباراه ويكون عنده مباراه تانية حتى خارج ارضه في وسط جمهور كبير لا بيتحمل الضغط ده ويكون قد المسؤوليه اللعيبه المصابه كتيره انت بتتعاقد معاها كابتن بتبقى شايفها باداء كويس جدا بس لما بتديها الفرصه وبتيجي فرقه كبيره الكلام ده مش على الاهلي بس تمام. ما بتقدرش تتعامل في مثل هذه الاجواء فالاختيار يجب ان يكون اختيار اللعيب اللي لديه الصفات انه يلعب لفرقه زي النادي المشكله ايهاب هنا في ايه بقى في الاختيار مين اللي بيختار لازم تكون ناس على اعلى مستوى في الاختيارات تمام وما فيش حاجه اسمها اختار لعيب لعب ماتشين ثلاثه كويس فاجيبه لا لازم يكون لاعب مميز ولازم يبقى فيه ميزانيه موجوده انها تقدر تجيب اللعيبه المميزه دلوقتي اللعيبه المميزه بارقام النادي الاهلي مش اقل من اي فرقه انها تجيب لعيبه مميزه لو عايز يحصل على بطولات وخصوصا ان انت على مدار السنين اللي فاتت وده ملف كبير قوي لازم نقوله ان انت خلاص من فتره بتاعت مانويل جوزيه انت خلاص اعتمدت على اللعيبه والانتدابات والتدعيمات من الخارج ومع ذلك برضه سواء المحلي او ابتدت الموضوع شويه يقل في قطاعات الناشئين انها تطلع ناس للدرجه الاولى انت في ناس كانت مميزه في قطاع الناشئين وراحت اعارات وانت عارف برضو مش اي لعيب بيطلع اعاره كويس ويبقى عارف انه راجع النادي الاهلي في منهم اللي هو بيستسلم وده خلي بالك وضع طبيعي لسبب انت لما تكون بتلعب في القمه وتروح تلعب مع احترامي لجميع الانديه وانا جربت دي اصلي يعني عشان كده انكسار فني خلاص بقى انا بلعب في الاضواء والنادي الاهلي والعب بقى في نادي بشارك في الدوري فمنهم كتير اللي بيستسلم وما بيعملش مستوى طب فني طب هاخد معاك عجل سريع رئيس اللجنه المشرفه على الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الحضور اليوم 2771 عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتبعيه احاله المزنيه الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها واعتمادها النصاب القانوني 5000 تمام اكمل مع حضرتك ان طبعا لعيبه النادي الاهلي تكون لعيبه على المستوى الكبير عايز اقول لك قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت بعد مانويل جوزيه ما قداش لكن الفتره اللي فاتت اللجنه الفنيه شفنا تدعيم قطاع الناشئين وده كان على عكس الفتره اللي فاتت تمام بعدد كتير من اللاعبين بس دول هيدوك الفتره الجايه يعني دي اهاب انا عايز اتكلم فيها شويه لان ده ممكن داخل في تخصصي اتفضل شويه انت الفتره اللي بحكي لك عليها انت خلاص ابتدى دايما بتبص للعيب الجاهز للنادي الاهلي في الانديه الثانيه سواء المحليه او الخارجيه ده اثر على قطاع الناشئين وقلنا الاعارات اللي حصلت في بعض اللعيبه ممكن معظمهم استسلموا وما بقاش بالمستوى ما اظهرش المستوى اللي يخليه يرجع تاني تمام. يبقى في النادي الاهلي فبالتالي برضو اللعيب اللي في النادي الاهلي الشبل الصغير اللي 17 و18 سنه ما بقاش عنده الطموح والامل ان هو يلعب في الفرق الكبيره بس الموهوب حاسس يا كابتن اللعيب الموهوب عنده اللعيب اللي لعب منتخبات وهو صغير عنده اللعيب اللي مسمع يعني 16 17 سنه لو ما سمعش يطلع للفريق الاول أنا ما يستحقش يلعب في النادي الاهلي وعلى بال ما يطلع يبقى عنده 17 سنه بقى انت عملت معاه ايه كويس مهم دي بقى مهمه ليه بقى انت خلال السنين اللي فاتت انت كل سنه بتجيب رئيس قطاع ناشئين جديد مع احترامي الكامل للجميع كل واحد بيجيب الناس بتوع اللي هو شايفهم كويسين اهل الثقه بيشوفهم برضه هو من عينه دول مستوى الفني كويس ويثق فيه فبيجيبهم الكوره ايهاب على مستوى الناشئين مش عايزه سنه ومش عايزه اتنين عايزه تثبيت اربع سنين على الاقل عشان تقدر تعمل خطه طويلة. تطلع بيها لعيبه مظبوط انما انت لما تجيب رئيس لقطاع الناشئين وبالمدربين اللي ممكن السنه اللي بعدها على بال ما يعملوا حاجه يمشوا ما ينفعش احنا لازم يبقى في نظره ثانيه لقطاع الناشئين نظره جديه لان انت عندك منجم فلوس في
في قطاع الناشئين. وبعدين انت عندك ميزه مهمه جدا في النادي الاهلي، النادي الاهلي بياخد فرز اول في الاختبارات، بيجي لك فرز اول، ما بيلاقيش نفسه انضم للنادي الاهلي بقى بيروح ام بي بقى المقاولين كذا كذا بعد كده، انما انت عندك الفرصه دي. فازاي ان انت ترصد ميزانيه قويه لقطاع الناشئين وتدي خطه لناس فاهمه لمده 3 4 سنين، امكانيات كويسه عشان تجيب مدرب على مستوى عالي، مدرب ما يبطلش النهارده ويمسك بكره ويدرب ناشئين. تدريب الناشئين كلنا طبعا عارفين انه اصعب من تدريب الدرجه الاولى في العالم كله، انت بتاسس وما بقاش دلوقتي تاسيس الاكثر خبره بقى لقطاع الناشئين على فكره، وما بقاش بس ان انت بتاسس فنيا ومهارات اساسيه والكلام بتاع زمان، انت دلوقتي بتاسس ولد بشخصيه وشخصيه النادي الاهلي، وبتاسسه صحيا كمان، لان انت عارف معظم برضو البراعم والصغيرين بيجوا من الاقاليم وبيجوا من هنا ومن هنا، ما بيبقوش برضو يعني موضوع التغذيه والكلام ده على وتغذيه الكلام ده كله مهم جدا عشان تقدر تاخد من اللعيبه. انت ممكن توصل لفتره من الفترات مش محتاج تجيب ناس من بره، الا الناس اللي هي المميزه بشكل كبير قوي زي زمان. اما كنا بنجيب كنا نجيب مين بقى؟ كابتن مختار، مختار من اسكو يجي النادي الاهلي يلعب منتخب مصر، كابتن محسن صالح، الناس بص الاسماء اللي انا قلتها دي اللي جت من بره على الفرقه الكبيره، لعبت منتخب مصر، موهبه بتتعاقد مع موهبه، موهبه مميزه طبعا. ولو ما فيش مميزه مش هتجيب، لان انت عندك، ما انت عشان تجيب واحد اهاب من بره النادي سواء خارجيا او محليا لازم يكون على الاقل احسن من اللعيب اللي عندك ده على الاقل 3 4 مرات، والا ملوش اي لازمه، لان انت الاهم منه انك تثقل اللعيب اللي عندك ده وتخليه على مستوى عالي وتخليه كويس، لان الراجل ده شرب من مبادئ النادي الاهلي وتعلم في النادي الاهلي من ساعه ما كان صغير لغايه ما طلع الدرجه الاولى، فبيبقى برده عنده الجانب النفسي وتحمل المسؤوليه والضغوط وروح المكسب والانتصار، وده موجوده فيه. ودي اللي يمكن افتقدناها الفتره الاخرانيه في الناس اللي بتيجي من بره في عهد الاحتراف اللي احنا اللي فيه. مزبوط. الناس بتبقى ارقام، وبعدين للاسف في لعيبه موجوده بتاخد ارقام كبيره ومش فارق معاه يلعب ولا ما يلعبش، لانه عارف برضه انه لو النادي الاهلي مشاه هيروح احسن نادي تاني وخارج من النادي، يا خارج من النادي الاهلي فهياخد. لكن النقطه مهمه قصه الحديث عن قطاعات الناشئين، طبعا حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت تم تدعيم قطاعات الناشئين سواء على المستوى القيادات الاداريه او الاسماء الكبيره اللي رجعت للقطاع تاني، او التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين المميزين صغار السن، وان ده اللي بيدي المستقبل. حتى دايما الجماهير تقابلنا في الشارع والناس تقول لك انا عارف ان شاء الله المستقبل خير وتعالى، لكن انا عايز تعاقدات دلوقتي. هل فرقه النادي الاهلي تحتاج للتعاقدات اللي زي ما بتقول المواهب اللي الاهلي بيجيبها علشان تكون دعم للفريق، ووجودها في المنتخب في نفس الوقت يبقى يجي اللعيب المتميز، اللعيب اللي عنده شخصيه الاهلي، كنا بنتكلم في الانترو عن شخصيه الاهلي. هاخد منك جزئين، هل غابت شخصيه النادي الاهلي امام الترجي والوصل، وايه التدعيمات اللي حضرتك شايفها لفرقه النادي الاهلي؟ طبعا انا شايف ان شخصيه النادي الاهلي ما كانتش موجوده في النهائي الافريقي وفي الخروج من البطوله العربيه. النادي الاهلي طول عمره حتى لو ناقص بعض اللعيبه بيبقى برضو عنده روح الفانيلا، تحس ان انت اديت في الملعب، تحس ان انت مموت نفسك في الملعب، اللعيبه كلها بتموت نفسها، ما فيش 2 3 في الملعب والباقي متفرجين. القصه دي كلها ما كانتش موجوده في النهائي الافريقي، انت حسيت ان اللعيبه مستسلمه، يمكن كانوا ماسكين نفسهم شويه لغايه ما الهدف بتاع الترجي لو رجعنا للنهائي الافريقي جه، وبعد كده استسلام غير عادي. بدل ما تنزل انت الشوط الثاني في قوه وفي صلابه وفي انت عايز، لان انت كان ظروف المباراه دي انك لغايه اخر دقيقه هتخش في الجيم ثاني، ومع ذلك حصل استسلام غير عادي، وطبعا حصل الانهيار اللي حصل. كذلك في البطولة العربية مع الفرق انت متعادل 2-2 هنا، تروح هناك انت تكسب 1 و2 و3، حتى بعد الجون انت ما قدرتش تحافظ عليه، غاب التركيز عن بعض اللعيبة، الانفعالات اللي موجودة كانت في الملعب، الظاهرة الغريبة اللي شفناها ان في لعيبة بتتخانق مع لعيبة في الملعب، ودي كوارث عمرها ما حصلت. لازم انا عاجبني حضرتك بتركز على النقاط يعني الجماهير بتتكلم فيها طبعا، ومشاهد جديده على فرقه النادي. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان في لعيب في النادي الاهلي يتخانق مع لعيب في الملعب ويزعق له وبتاع، طبعا دي لازم تخرج عن التركيز طبعا 100%، ومش الاثنين دول هيخرجوا عن التركيز بس، ده بقيه الفرقه. الفرقه في اوقات معينه لازم تبقى عنصر واحد، كان لعيب واحد اللي بيلعب في الملعب بنفس الروح ونفس القوه ونفس والكلام ده قاله كابتن عماد متعب في تصريحات، وانا قلتها قبلها بيوم،
ان الكابتن حسام عاشور تعرض من حكم المباراه تمام. المغربي لإساءة بليغة جدا تمام. لإساءة بليغة جدا وألفاظ وتلفظ صحيح صحيح وده اللي خلى كابتن حسام كابتن فرقة وعنده خبرات يخرج عن شعوره كذلك بص يا هاب ما ينفعش إن حسام يطلع عن الشعور ده مش إلا لا إلا إذا كان في حاجة قوية حصلت له أنا بقول لحضرتك يعني في حاجة أكيد قوية لأن حسام أنا بقول تاريخه معروف في النادي الأهلي في تجاوز كبير جدا طبعا مليون في المية الحكم المغربي حتى إنه قال للكابتن وليد سليمان كده نصا أنا مش حكم جزائري كده طيب يعني مين يحاسب بقى الكلام ده اسلوب طبعا مستفز اكيد دي هتبقى فيها وبعدين انت يعني برضو ما هو اللعيب بشر وكابتن الفرقه ده بيبقى شايل يعني على كتافه لما الحكم يقول لك كده انت هو حقيقه فنيا الحكم ما شفنالوش الاخطاء عشان برضه لا لا لا, لا, لا يمكن بس الوقت الاضافي ما اتحسبش لكن الاسلوب ده طبعا اسلوب غير منطقي هو اصلا اسلوب استفزازي وخلي بالك انت برضو لازم تعذر اللعيبه في جزئيه وبالذات كابتن الفرقه شايل على كتافه طبعا حمل مسؤولية الخروج من البطولة الثانية على التوالي اللي هو شهد انتصارات أكتر واحد شهد انتصارات مع النادي الأهلي هو حسام عاشور فلما يحس بالإخفاق للمرة الثانية وتيجي أنت تستفزه برضو يعني اللعيب بشر طبعا وذكرت برضو حضرتك النقطة إن فرصة وليد أزارو كانت نقطة تحول كانت ممكن خالص كرة الشناوي نقطة تحول وكرة وليد نقطة تحول لو القصة دي كنت أنت كسبت كويس يعني بذكر وليد أزارو الدكتور خالد محمود بيعلن عدم مشاركة أزارو في تدريب اليوم عنده كدمة في وش قدمه في تورم في تمرين الغد هيبان برضو إذا كان جاهز لبطل وده ضغط المباريات وده أرض الواقع بقى اللي عايز أقوله لك بقى ان احنا لازم نعمل حساب القصه دي لازم يبقى عندك البديل المميز مش اللعيب في الملعب بس المميز البديل المميز على الدكه بصراحه انا الفتره الاخرانيه ما بحسش ان في دكه للنادي الاهلي تبقى انت يعني قاعد مريح هل لاعب مميز ولا مش مميز طبعا مميز طبعا مميز مميز على الدكه تمام انا امل ان الفتره الجايه اهو بص غصب عن الجهاز اللي موجود الحالي ده كل الناس هتلعب الفتره الجايه انت عندك مؤجلات عندك ضغط داخل على افريقيا لازم الناس كلها يعني الجهاز هيبقى حريص زي ما حضرتك قلت انه يجمع نقاط في بطوله الدوري طبعا مهمه جدا متاخر عنده عدد من المباريات المؤجله مهمه جدا وبالتالي المنافسين في الدوري سابقين بنقاط وبالتالي في نوع من الضغط وبالتالي مش هيجازف لاعطاء الفرصه للكثير في ظل احتياجه لحصد نقاط انت عندك مشكله هاب جامده جدا انت عندك دلوقتي كل المقابلات اللي انت هتقابلها كله جاي متحفز للنادي الاهلي حاسس النادي الاهلي في فتره عدم توازن في تغييرات في 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 فكله عايز يجي يدوس فانت دي لازم تقابلها يعني انت لو على مقعد القياده الفنيه هتدي مين وتشرك مين الفتره الجايه وتغييراتك هتبقى عامله ازاي بص انا هدي لنوعيه اللعيبه الفتره الجايه برضو يمكن قلتها دي قبل ماتش بتاع الوصل الاماراتي ليله المباراه قلت المباراه بتاعت بكره مش عايزه فنيات عاليه لانه كله قريب من بعضه اللي هيفرق هو الرجوله والحماس في الملعب كذلك برضو المباريات القادمه ماتش المقاولين العرب وده ماتش اهم جدا جدا طبعا. جدا طبعا. بالنسبه للنادي الاهلي في مرحله بالظبط في مرحله انتقاليه ويديك دافع للمباريات اللي على طول كل ثلاث ايام ماتش فعايزه روح عاليه جدا جدا احساس من اللعيبه بقى لازم اللعيبه برضو يبقى يعني في نحراره عندهم ان انت فاقد شخصيه الاهلي ترجع له شخصيته اللي شخصية هو شخصيه النادي الاهلي بقى ان انت تقاتل وتكافح حتى لو انت أقلف امكانيات حتى لو انت مجهد ازاي روحك تدوس على الاجهاد والتعب ده ان انت تقاوم عشان حاجه اسمى النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يعني جمهور النادي الاهلي اكيد اللعيبه كلها حاسه بيه وحاسه بالزعل والتعب اللي هو موجود عليه فلازم على الاقل ابسط حاجه ان انت تدخله في كادر بقى الانتصارات تاني والمكاسب يعني انت كده اخترت اللعيب شايف انت شكل اللعيب اللي هتختاره هو لعيب نفسي اللعيب اللي قادر الفتره دي يبقى واقف على رجليه اللعيب اللي عنده قوه اللعيب اللي عنده اللي قادر يتحمل المسؤوليه اللي قادر يتحمل المسؤوليه ومسؤوليه الفنانه الحمراء الفتره اللي جايه زي ما بقول لك حاجه اهم ما بقاش زي بص كله دلوقتي بقى شبه بعضه المستويات تكاد تكون يعني قريبه عايز اقول لك ان في 3-4 هم المميزين بس فانا عايز اقول ان الباقي كله في مستوى واحد فلان يلعب التاني يلعب كله واحد اللي هيفرق الجاهز بدنيا اللي عنده روح القتال ان هو فعلا
يعني يدوس على حاجات كتيرة، يدوس على أحزان الفريق، يدوس على المشاكل الموجودة، يتحمل الضغط العصبي اللي موجود من الجمهور خلال الفترة الجاية، لأن برضو جمهور النادي الأهلي ما بيتحملش إن هو يفضل يبقى فيه إخفاقات. بغض النظر بقى، بص لو قعدت تحكي لهم على أسباب كتيرة جدا، النادي الأهلي يا جماعة لا دايما في الصدارة ودايما لازم يكسب، فأنت تختار اللعيبة في الفترة اللي جاية اللي عندهم روح عالية وحماس كبير قوي. القرارات والالتزام في النادي الأهلي ما بتغيرش، وعاجل الكابتن سيد عبد الحفيظ بيعلن عقوبة مغلظة على الكابتن حسام عاشور أيا كانت الأسباب والدوافع، لكن الخروج عن النص في الملعب يعني ملوش غير قرار، فقرار بتقليص العقوبة على كابتن حسام عاشور. كذلك الكابتن مؤمن زكريا غياب النهاردة واعتذر عن المران النهاردة، فبالتالي برضو عقوبة على الكابتن مؤمن. بص عايز اقول لك سيد ما يتخافش عليه، سيد من يعني رب ضارة النافعة زي ما بيقولوا، رجوع سيد عبد الحفيظ لجوه النادي الاهلي. طبعا احنا مفتقدينه طبعا في الاستوديو التحليلي، بس هو الحقيقة الرجل المناسب في الفترة دي. سيد صاحب شخصية، صاحب خبرات كبيرة، النادي الاهلي محتاج كده دلوقتي، مفيش دلع، مفيش حاجه اسمها في ظل الظروف دي اعتذر عن التمرين، في يوم ما ينفعش كذا. ما ينفعش كذا. الكابتن مؤمن زكريا اعتذر النهارده، وبالتالي ما كانش يحق ليه انه يعتذر النهارده بغض النظر عن اي ظروف. كل احنا قلنا بنرمي دلوقتي الظروف، الفتره مش مستحمله وفتره صعبه مهمه بالنسبه لكل واحد في النادي الاهلي، من اقل لعيب عامل في اوضه اللبس لغايه مجلس الاداره. الفتره دي حرجه بالنسبه لنا ومهمه جدا، لازم نتكاتف. عقوبه الكابتن حسام عاشور طبعا وضع طبيعي، لان احنا قلنا من شويه مهما كان الاستفزاز هو انا كابتن فريق، كابتن فريق ما يجيش منك. ده بالعكس، انا لو شفت لعيب تاني بغض النظر حتى لو شايف ان الحكم بيستفزه، انا اللي لازم اهديه، ما بقاش انا خارج عن النص، لان كابتن النادي الاهلي برضو دي حاجه قويه. عايز اقول ان الفتره اللي جايه كمان يا ايهاب، يعني الناس لازم تهدى شويه، يعني زي ما احنا شفنا، انا بقول لك لسه من شويه على القرار بتاع سيد عبد الحفيظ، قرار مهم جدا. لايه كمان؟ لان سيد عبد الحفيظ غير خبراته اللي موجوده مع الفرقه الكبيره وسيطرته على اللعيبه بشخصيته القويه وفي نفس الوقت كصديق لهم، هو اشتغل في قطاع الناشئين وعنده درايه كامله. يا ريت يا شباب لو يبقى معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ على التليفون برضو، يا ريت. عنده درايه كبيره بقطاع الناشئين، والفتره دي محتاجه همزه الوصل اللي بين قطاع الناشئين والفرق الكبيره، لان انا اعتقد ان خلال الفتره اللي جايه دي، وخصوصا من يعني دخول المباريات في بعضها وقربها، انت هتحتاج قطاع الناشئين في الفتره اللي جايه يكون داعم للفرقه الكبيره خلال الفتره دي. فاعتقد ان السيد قريب قوي من قطاع الناشئين، وهو يمكن اول حاجه انا اعرف عنه ان اول ما ابتدى راح للكابتن فتحي مبروك وبص على التدريبات وبقى موجود، فدي حاجه كويسه يعني. اكيد كابتن حشيش، بوجودك ومع النادي الاهلي وخبرات كبيره وفترات كتيره، اكيد ليك خبرات في مثل هذه الامور، واكيد بعض الاجيال في النادي الاهلي تعرضت لعثرات ثم عادت مرة أخرى للاستقامة بشخصية النادي الأهلي. أحكي لك على موقف كده، طبعا احنا مرينا بيه سنة 83 بعد ما خدنا أول بطولة إفريقية من كوتوكو. طبعا البطولة أول بطولة إفريقية النادي الأهلي الشهيرة قوي طبعا، وكنا على مستوى عالي جدا. البطولة اللي بعدها على طول حصل إخفاق في النهائي مع كوتوكو برضو. الدنيا ما اتقلبتش، لان برضو انت عارف وقتها غير زي ما احنا لسه بنتكلم السوشيال ميديا ما اتقلبتش شكليا، لكن اكيد اتقلبت داخليا جوه طبعا. بس كان نتيجتها ايه بقى؟ اصلاحات حصلت وقرارات، خدنا بعدها بطوله افريقيا 3 مرات متتاليه، بطوله ابطال الكؤوس، واحتفظنا بالكاس مدى الحياه. فعايز اقول لك ان النادي الاهلي بيقابل عثرات كتيره، انما عشان هو النادي الاهلي وعشان الشخصيات ورموز النادي الاهلي اللي موجوده، النادي الاهلي بيقوم على طول، ما بيستمرش في الكبوه دي كتير، ودي سمه
الأندية الكبيرة، والنادي الأهلي طبعا نادي كبير وكبير بالكباتن بتوعه والنجوم بتوعه، يقدروا إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية يخرجوا إن شاء الله. كابتن حشيش، زي ما اتكلمنا على شخصية النادي الأهلي، جمهور الأهلي ليه شخصية طبعا، جمهور الأهلي بيرفع الحلوة والمرة معاه، فبالتالي الجمهور له دور في الفترة الجاية ودايما بيصبر وبيشوف وبيتابع الإصلاحات. عايز أقول للجمهور مش نهاية العالم، النادي الأهلي بطولاته كتيرة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي. النادي الأهلي مش زي بعض الأندية التانية اللي تتمنى في يوم من الأيام تاخد بطولة الدوري، وأندية برضو عريقة وبقالها يعني من القدم كتير قوي، يعني سنين كتيرة قوي بيتمنى أنه ياخد بطولة الدوري ولا بطولة كاس. النادي الأهلي عنده الدولاب مليان، فالظروف اللي حصلت، الظروف اللي حصلت أنا شايف انها ظروف ممكن تحصل لاي نادي كبير. بنشوف ريال مدريد خلال الموسم اللي فات خسر كام بطوله، انما ريال مدريد هيفضل هو ريال مدريد من اعظم الانديه. النهارده ثلاثة يعني وارد الخساره وارده، يمكن النادي الاهلي او وده برضه كابتن عشان ما حدش يقول لك انتوا بتقولوا كده عشان كده، لا ده طبيعي في كره القدم، سنه الحياه كمان طبعا. يعني الناس لازم تفهم في الاول والاخر ان الرياضه والكوره مكسب وخساره، ما فيش حد في الدنيا هيجي يكسب على طول، ما يتغلبش ابدا، ما يخسرش ابدا، مش معقوله. طبعا حبنا الكبير للنادي الاهلي بيخلينا دايما عايزين نكسب، انما احنا ما ننساش الجزئيه دي، وخصوصا ان البطولات دي اهاب. يعني بص، البطوله الافريقيه السنه دي في فتره زمنيه قريبه طبعاً. على طول انت داخل الشهر الجاي على طول، فانت يعني داخل على بطوله خلاص هتنسى البطوله اللي فاتت زي ما نسيت البطولة اللي قبلها. لازم تعد العدة الصح، ان انت وتجهز الفرقة وتجهز النادي انه يحصل بقى على البطولة الفترات اللي جاية لمدة كذا سنة ورا بعض. انما دايما المنحنى بتاع اي نادي في العالم ان انت لما بتوصل للقمة لازم بتنزل شوية او بتريح شوية وبتقوم تاني. مفيش جيل بيفضل يلعب مدى الحياة. شفنا اجيال كتيرة في النادي الاهلي طلعت السماء وخلاص جت اجيال تانية، لازم تكتسب خبرات، لازم الدنيا بتتظبط. وبعدين دي اجيال في تاريخ الكوره كده دايما اجيال مميزه واجيال اقل شويه واجيال بتيجي تكمل وتقابل اجيال كويسه برضه. وظروف يعني عندك ظروف مثلا ما حصلش تدعيمات. انت عندك في مصر دلوقتي، هل مصر دلوقتي زي 10 سنين قبل كده ما كان النادي الاهلي بيدعم مثلا وبيلاقي لعيبه؟ قول لي على لعيبه كويسه كابتن، لكن المنافسه اختلفت نفسها، طبيعه المنافسه في الدوري، في انديه بتاخد لعيبه بتدفع كتير، في انديه السنتين اللي فاتوا غيروا جلد ب 60 لعيب، فبالتالي بقى المعروض في الدوري اقل قليل. لكن الدوري في مواهب وبيطلع الشكل اتغير يعني طبعا، الشكل اتغير، المنافسه اتغير، ودخلت انديه ثانيه نفس التعاقدات اتغير، والارقام عليت جدا، والظروف يعني اتغيرت. فعايز اقول ان النادي الاهلي خلال الفتره الجايه بس البعض برضه اللي بيتفرج ما اعتقدش ان احنا بنقول كده، لان مش هيدفع لا كل حاجه متاحه الفتره الجايه، عشان دايما الكلام بيتفسر بالظبط، يقول لك بيمهدوا عشان بالظبط ان مفيش امكانيات. بنتكلم بشكل شخصي بعيدا عن رؤيه الاداره. صحيح، زي ما بقول لك، هو النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في يناير انا عارف ان شاء الله في تدعيمات، وتدعيمات كويسه تقدر تسند الفريق وتقوي الفريق برضه في المرحله اللي جايه، اللي انت هتلاقي فيها انت مطالب بدوري عام وبكاس مصر وبسوبر وداخل افريقيا تاني. لازم تخش برضو افريقيا، انت داخل برضو راجل لاعب نهائي طبعًا. انت مش داخل زي ناس تانية بتخرج من الادوار مثلا الاولى، انت داخل برضو كنت بتلعب نهائي تاني افريقيا. فان شاء الله باذن الله السنة الجاية تبقى يعني سنة كويسة، او موسم جاي الموسم اللي هو اللي احنا فيه دوت، ونكمل في بطولة افريقيا ويحصل التدعيمات الكافية وتصليح المسار اللي كان موجود. وانت ايهاب ما ينفعش يعني الناس تقول لك ايه وانتوا مستنيين الخسارة عشان تبتدي تصلح. ما هو انت ما ينفعش يعني الاصلاح ده لازم بيجي لما يحصل اخفاق معين عشان تقدر. اخد منك لكلمة الكابتن الخطيب المداخلة اللي عملها مع كابتن سامح حفيظ، وقال له في حاجات ما نقدرش نعملها دلوقتي لكن صحيح. ليها وقتها طبعا، وفي اصلاح ما تقدرش تعمله دلوقتي لان المباريات ماشية صحيح، مفيش عندك وقت لده ولا موعد لده، وبالتالي في وقت. النهارده في تدعيمات، النهارده في تغييرات في الجهاز الفني. بنشكر طبعا الكابتن مصطفى كمال، راجل يعني ادى طبعًا في حدود الامكانيات وادى، ولكن قدم اعتذار، الاداره قبلت الاعتذار، كابتن طارق سليمان بيعود صحيح. ورايك وعودتك في كابتن طارق سليمان؟ طارق طبعا مدرب كبير وابن من ابناء النادي الاهلي وراجل عاشق للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي قوي، مدرب كويس
كان له تأثيره الكبير خلال فترة اللي فاتت مع الحراس. إن شاء الله بإذن الله يؤدي دوره ويبقى موجود ويمشي ويجي غيره كلهم ولاد النادي الأهلي. طبعا على فكرة كابتن طارق سليمان الفترة اللي فاتت كان عمل عملية صليبي وهشوف هي تماما طبعا، وبالتالي برضو لما طرح المرة اللي فاتت كانت المشكلة في عملية الصليبي، وبالتالي هو جاهز عشان البعض، عشان أنا برضو بتابع سوشيال والكلام ده، الراجل عامل صليبي هيمرن إزاي؟ الحمد لله خير. وبعدين ما انساش برضو أن طارق اتعرض عليه برضو عروض في الفترات اللي فاتت دي، ويعني ما قبلش أن هو يروح إلى أو يقبل العروض دي برضو حبا في النادي الأهلي وتواجده مع النادي الأهلي، لأن لعبة النادي الأهلي أو اللي بينتمي بالنادي الأهلي ما بيبقاش مرتبط بس بالنادي الأهلي، هو جوه النادي طبعا، هو بره برضو بيبقى مرتبط يعني. فربنا طبعا يوفقه ان شاء الله الفتره اللي جايه، يعني مكسب لحراسة المرمى. شكرا طبعا لكابتن مصطفى كمال ادى اللي عليه. طبعا مصطفى من المدربين كويسين ولعب نادي اهلي وخدم النادي الاهلي في اماكن كثيره، ان شاء الله باذن الله برده مش نهايه المطاف، الدنيا بتلف والقصه بتلف، يرجع يدرب ويمسك برده في النادي الاهلي بعد كده يعني. تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ دلوقتي ان كابتن عادل مصطفى هيكون موجود في الجهاز الفني بدايه من تدريبات الغد، هاخد رايك في دي، لكن خليني اطلع فاصل معاك زي ما اتكلمنا عن حراس المرمى ودوره لتدريب حراس المرمى برعايه الاتحاد الاماراتي، نشوفها ونرجع نتواصل. الحاجه اللي بتسعدني ان انا مجمع العالم العربي، كان فيها حوالي 56 مدرب من العالم العربي، ليبيا والبحرين والسعوديه والامارات وكله. دي طبعا دورة مشرفي حراس عشان يبقى تغيير، ان بنعد لو واحد كبير وهيمسك نادي زي النادي الاهلي عنده مدرب، زي مثلا في نادي وادي دجلة عندي 23 مدرب حراس مرمى سواء قطاع النشاط او قطاع الاكاديمية، ايه اللي اعمله عشان ارفع مستوى المدربين دول وسيستم الشغل يبقى ازاي؟ هي دي الدورة اسمها دورة مشرفي حراس مرمى. الحمد لله لأول مرة في مصر بنعمل دورة للمديرين الفنيين مشرفي حراس المرمى يعني، ودي رائدة على مستوى الوطن العربي يعني، الحمد لله الفضل لله ومجموعة الكباتن المحاضرين، معنا الكابتن فكر صالح، معنا الكابتن البوسيفي من ليبيا، معنا الكابتن حسن إسماعيل من الإمارات، فمجموعة مدربين والدكتور جمال محمد علي يعني على رأس المنظومة مع نقابة المهن الرياضية، فبنحاول نعمل حاجة ليها كواليتي عالي، ان شاء الله الكل يستفاد، وان شاء الله تكون دورات كمان مثمره للجميع يعني. احنا عايزين ننتهج شيء جديد، وهو ان احنا يبقى في مدير فني لمدربي حراس المرمى على مستوى النادي، من سواء الفريق الاول او قطاعات الناشئين. المقصود باعداد المدير الفني ده من الجوانب العلميه ومن الجوانب المهنيه والجوانب الاكاديميه، يمكن دي بتكون تاليه للدوره الاولى اللي هي كان فيها 180 مدرب من مدربي حراس المرمى، اللي هي دوره العمالقه اللي نظمت برضه من 3 أشهر سابقا، ودي في ضوء سلسله من الدورات بتنظمها نقابه المهن الرياضيه مع المتخصصين سواء من الجانب الاكاديمي او القطاع الاهلي. الدوره والله بدايه احنا نسمع عن الدوره العام الماضي وتحمست اني اجي لان فائدتها كبيره يعني، وفعل خير على جميع المدربين. فالدوره منظمه وعلى اعلى مستوى، وفيها الكباتن يعني ما قصروا جدا يعني. والله هذه الدورة مميزة بالاسم مشرفي مدربين حراس مرمى، يعني زي المدير الفني للحارس الحراس المرمى، فيعني حد يعني دورة حديثة مسمى يفيد مستقبلا المدربين حراس المرمى عشان يصير زيهم زي المدراء الفنيين. جينا ننقل أفكارنا وخبراتنا في الوطن العربي أو في القارة الأفريقية. كان فيه الحضور الكابتن فكري صالح، يعني بصراحة الكابتن فكري صالح يعني من أفضل المدربين حراس المرمى اللي موجودين نقول في الوطن العربي أو في أفريقيا، والكابتن حسن من دولة الإمارات، والمحمد عبد الله محمد السيفي من ليبيا. هذه خبرات تنقل للمدير الفني حراس المرمى، وحنشوف النتائج، وهذه بذرة تزرع وحنتائجها حتعم على الوطن العربي والقارة الأفريقية، وإن شاء الله نكون يعني وصلنا الأمانة لأصحابها. الدورة هاي حتكون لمشرفين حراس مدربين مشرفين حراس المرمى، ما هو الجديد وكيف إدارة عمل مدير فني من الجانب الفني والإداري،
وإن شاء الله يستفادون فيها الأخوة المشاركين. الدورة الحمد لله فيها عدد من الدولة الشقيقة ليبيا ومن سوريا ومن السعودية ومن مصر، والحمد لله رب العالمين تضم خبرات ومحاضرين دكتور جمال ودكتور وكابتن فكري صالح قامة كبيرة في العالم التدريبي، وشرفنا في المحفل الدولي في هولندا في الدورة التدريبية. وأتمنى هذه الدورات إن شاء الله يعني، وأطالب اتحاد الكرة أن في مصر وفي الدول العربية وخاصة دول مصر يكون في لجنة فنية فيها قامات تدريبية لحراسة المرمى. أهلا بكم من جديد. طبعا دورة مهمة للمدير الفني لحراس المرمى بقيادة طبعا كابتن الكبير فكري صالح، أحد قامات ورموز التدريب في حراسة المرمى، وعدد من طبعا الخبراء العرب، واكيد فيها استفاده للمدربين الفنيين المصريين. وتدريب حراسه المرمى زي ما قلنا يعني اتطور بشكل كبير يا كابتن الفتره اللي فاتت، وزي ما حضرتك قلت نتمنى التوفيق للكابتن طارق سليمان والتوفيق لحراسه المرمى في النادي الاهلي في المرحله الجايه. هي حاجه مهمه طبعا الدورات دي لحراس المرمى. حارس المرمى دلوقتي بقى زي ما بقول يعني نص الفريق، ويمكن دلوقتي اكتر يعني. وبقى طبعا الحراس المرمى يعني كان زمان ما فيش انتقالات قوي لحراس المرمى، دلوقتي في انتقالات لحراس المرمى على مستوى عالي واسعار بقت عاليه جدا جدا. طبعا ممكن حارس مرمى ده ممكن يبقى هو مفتاح لبطوله كامله لفريق، فطبعا دي دوره كويسه طبعا. وكابتن فكري صالح من المدربين طبعا، شيخ المدربين طبعا، ويعني حاجه مشرفه بصراحه لمصر يعني وجوده، وربنا يوفقه دايما ان شاء الله ان شاء الله. يمكن من فريق الاعداد ان الدكتور خالد محمود بيقول ان وليد ازارو هيكون جاهز لمباراه المقاولين، واعتقد كويس ان دي هتكون كويس. وليد كويس. وليد طبعا بيعمل فارق يعني في هجوم النادي الاهلي، وشفناه حتى وإن وليد سليمان الاقرب برضه للجاهزيه للتواجد كويس الاثنين، فبالتالي دول هيفرقوا. الاثنين مهمين جدا، وزي ما بقول لك يا هاب المباراه اللي جايه دي مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. 3 بونت ومكسب يعني نتائجها مهمه جدا جدا يعني. كنا قبل الفاصل والتقرير كابتن سيد حفيظ بيصرح ان الكابتن عادل مصطفى هيكون موجود في التدريبات من الغد، وكابتن عادل من المبشرين في التدريب، واعتقد ان هو ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت وكان موجود في قطاع الناشئين، وبالتوفيق ليه مع الفريق. دم جديد، ابن من ابناء النادي الاهلي، عنده رؤيه يعني كويسة. عادل أنا بشوفه طبعا عارفه على المستوى الشخصي، له أراء دايما بتبقى يعني أنا ببقى مبسوط منها ما بسمعه. أكيد هيبقى له إضافة، وده برضو تغيير دم في الجهاز، وأعتقد إن شاء الله يبقى له دور خلال الفترة اللي جاية، يعني قرار برضو من القرارات الصائبة. مباراة المقاولين شايفها إزاي؟ مباراة هامة جدا. مباراة طبعا صعبة صعبة. مقاولين بيمر في باحسن حالاته خلال بطوله الدوري بعد طبعا تغيير الاجهزه الفنيه، وجود عماد سليمان وهو برضو لاعب يعني ارتدى الفانيله الحمراء طبعا على مستوى عالي، وعامل نتائج قبل كده في الفرق اللي مسكها خلال الدوري السنين اللي فاتت، عامل نتائج كويسه خلال الثلاث مباريات اللي هو مسك فيها وتولى المسؤوليه. مباراة قوية زي ما بقول لك، أي نادي هيجي لاعب النادي الأهلي دلوقتي عايز يستغل الظروف، عايز يستغل الظروف وعايز يكسب ويعمل مجد، لأن الأندية اللي ما بتلعبش بعيداً عن الظروف، أي فرقة بتلعب النادي الأهلي عايز تظهر بشكل كويس، بتأدي بشكل، أي لعيب تكلمه لك أنا اليوم الأهلي ده عايز أظهر في توب فور. بص يا هاب، مباراة النادي الأهلي دي بتبقى بالنسبة لأندية كتيرة بتبقى مفتاح لحاجات كتير قوي، بغض النظر هو بينافس على بطولة أو منافس، بس هي بطولة في حد ذاتها ان هو يكسب النادي الاهلي، ده في المقام الاول. غير كده كمان اللعيبة بتسوق نفسها قدام، لان يعني مش عايزين نضحك على نفسنا، معظم اللعيبة في الدوري المصري اي واحد فيهم يتمنى اللعب للنادي الاهلي، فبيبقى عايز يدي اكتر حاجة عنده، اقصى حاجة عنده عشان يظهر بمظهر كويس قدام النادي الاهلي، لان عارف ان التركيز والناس كلها هتبقى متابعه المباراه دي قدام خصم كبير زي النادي الاهلي ونادي القرن، فلازم يظهر بمستوى عالي بتديله على فكره دفعه في المباراه اللي بعدها. فالمباراه طبعا صعبه طبعا، عماد النحاس
دارس فرقة النادي الأهلي كويس بشكل قوي كويس وعارف لعيبة النادي الأهلي وعارف وعارف وعارف، فطبعا هيلعب على نقاط الضعف في طبعاً. النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. في المقابل زي ما بقول لك لازم النادي الأهلي يبقى عامل استعداده الكافي لمباراة المقاولين. مباراة المقاولين دي وطبيعي في الوقت الجاي كابتن الافضل والاقرب في الشكل المؤقت هو كابتن محمد يوسف اللي عارف كل كبيره وصغيره في الفريق طبعا. وبالتالي اللي هيجي لسه مش هيشوف وهيجرب لما هو حافظ. يعني ايديه في المطبخ بالبلدي كده شايف وفاهم وحافظ المرحله دي بتاعته لحين وجود مدير فني. ما تنساش ان يوسف مسك فرقه النادي الاهلي قبل كده سنين طويله غير بطوله افريقيا لعب قدام المقاولين برضو مباريات طبعا كتيره بصماته هتبقى موجوده لان اعتقد ان هو خلال الفتره اللي فاتت ممكن يكون عنده برضو رؤيه معينه بس طبعا بيبقى القرار طبعا. الاول والاخير للمدير الفني. اعتقد ان شاء الله باذن الله بصمات يوسف هتبان في المباراه اللي جايه واعتقد انها مش مباراه صعبه يعني برضو طبعا. عشان الراجل هو داخل على مباراه صعبه زي, بقول لك زي ما قلنا في افضل حالاته هي صعوبتها في الحاله النفسيه اللي يعمل ايه بقى يعمل ايه الكابتن محمد يوسف في التوقيت ده كابتن سيد حفيظ معاه وجهاز المعاون يعملوا ايه في هذا التوقيت؟ بص هو كابتن سيد وكابتن يوسف لازم يشاركوا كمان اللعيبه الكبار في تجهيز الفرقه وتحفيز الفرقه وتوضيح طبعا اللعيبه عارفه الوضع بتاع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه او في المباراه اللي جايه بس مزيد بقى من التعليمات ونوع بقى من الجديه شويه الجديه والصلابه في الملعب زي بقول لك القوه والحماس والروح يعني بتزود الناحيه الفنيه كتير قوي وشفنا مباريات كتيره جدا فرق بتكسبها مش بالناحيه الفنيه بتكسبها بالقوه والحماس والاصرار على المكسب لغايه اخر دقيقه لان المباراه بتاعت المقاولين العرب هي مفتاح لفتره قادمه يعني صعوبه المباراه الوقت ده شايفه كابتن برضو في صعوبه ضمن صعوبه المباراه الوقت ده شايفه انه كافي بعد خروج من بطولتين التاهيل النفسي التعامل مع اللاعبين من هنا للثلاث هل ده وقت كافي عشان كده انا بقول لك فنيا لا فنيا لا انما نفسيا وده الاهم كافي فني لا لا يعني نفسي يجيب فني انت ممكن يكون يوسف مثلا عايز يلعب بطريقه ثانيه خالص غير الطريقه اللي كان بيلعب بيها مستر كارتيرون ما يقدرش يعملها ويبقى غلطان لو يعني نفذها دلوقتي في فترة ضيقة هو زي ما بقولك الإصلاح دايما ما بيجيش مرة واحدة وخصوصا في تلاحق المباراة والفترة القليلة فالسلاح اللي هو القوي اللي يقدر تعدي بيه المرحلة لأن هو مباراة المقاولين مفتاح لمرحلة جاية مرحلة في استمرارك في الدوري إن شاء الله بإذن الله تكمل المؤجلات وتبقى بتنافس على الصدارة عشان ما تدخلكش في دوامة تانية إن شاء الله بإذن الله فعشان كده بقول لك الناحية الحماسية والتأهيل النفسي والتجهيز للعيبة هو مفتاح المكسب للمباراة دي لو أنت بدأت مع مساندة الناس مش تمام. لازم مساندة الناس والجماهير في الملعب بس يعني يا ريت برضه المساندة على السوشيال ميديا لأن كل اللعيبة وكل الناس دلوقتي بتخش على الفيسبوك وكده فلازم يعني برضه الجمهور يحسس لعيبة النادي الأهلي إن خلاص صفحة مش هنقول صفحتين هي صفحة أو فترة خلاص راحت بنبدأ فترة جديدة للأهلي صاحب الانتصارات والبطولات لو أنت بدأت التأهيل النفسي النهاردة للعيبة تقول لهم إيه وتعامل معهم إزاي؟ هو كلمة واحدة بس النادي الأهلي في بطولتين راحوا في فترة زمنية قليلة كتير من اللعيبة بتاعة النادي الأهلي دلوقتي ما شافتش البطولات بتاعة النادي الأهلي ما حستش بطعم البطولة سواء الإفريقية أو الدوري أو معظم اللعيبة لسه في لعيبة جديدة لسه جديدة فلازم يعملوا أول حاجة بالنسبة لهم مجد لنفسهم يعني لازم يعملوا حاجة لنفسهم هم الأول يعني كل لعيب من لعيبة النادي الأهلي اللي هتنزل الملعب لازم يفكر في نفسه إن هو يعمل نجاح لنفسه بطولة لأن ما ينفعش يتقال على المجموعة بتاعة النادي الأهلي دي لا دي مش بتاعه بطولات او الجيل ده مش كويس او اللعيبه دي زي ما بيتقال مش على مستوى النادي الاهلي ما اصل كويس مش هتكمل بالظبط كده واضحه يعني وهي معروفه من دلوقتي فانت لازم تثبت لنفسك اولا ان انت جدير بلبس الفانيلا الحمراء تاني حاجه ان انت تعمل بطوله وتثبت للناس دي كلها لا الاخفاق ده ما كانش مني
الإخفاق ده كان نتيجة لحاجات تانية مش هنتكلم عليها، إنما أنا دلوقتي لازم أثبت لنفسي إن أنا كويس، أعمل حاجة لنفسي بطولة أقدر تبقى موجودة في تاريخي. استمراري في النادي الأهلي متوقف على النجاحات خلال الفترة اللي جاية دي، ده أساسا لازم يكون نابع من جوه اللعيبة. طبعا كابتن سيد وكابتن يوسف هيدوسوا على الحتة النفسية دي أكيد، إن النادي كابتن الأهلي كابتن سيد جاي بياخد عقوبات واضحة وصريحة ومعلنة. وخلي بالك يا إيهاب، أنا يعني من تجاربي مع النادي الأهلي وخبراتي على مدار السنين مع النادي الأهلي، النادي الأهلي قراراته بتبقى صعبة، ممكن يعدي مرة واثنين، التالتة لا مش هينفع، هياخد ساعتها قرارات وقرارات حاسمة وقرارات كبيرة بالنسبة للعيبة. هو ابتدى بالجهاز الفني عشان ما ينفعش يبقى في قرارات تانية بالنسبة للعيبة دلوقتي، الوقت ضيق والدنيا لا، بس لازم اللعيبة من جواها وكل واحد عارف نفسه. احنا كنا بننزل الملعب او بنتفرج على نفسنا بعد المباراة بنعرف اذا كنت كويس ولا وحش، الاخفاق جاي من ايه، ملهاش دعوة اصلها باجهاد، في لعيبة ما كانتش مجهدة قوي ومش قادرة تقدم، يعني لعيب بيبقى قادر وبيقيم نفسه طبعا مليون في المية عارف كويس. واول طريقة للنجاح انك تقيم نفسك انت كويس قبل ما حد يقيمك، ان انا النهاردة كنت كويس ولا لا، كان ممكن الماتش اللي فات ابقى احسن واموت نفسي ولا لا، كل الكلام ده لازم يتقال. هو شهر مليان مباريات سواء محلية او بطولة افريقيا اللي احنا داخلين فيها، فشهر هام جدا جدا بالنسبة للنادي الاهلي، والاهم منه بالنسبة للعيبة اللي موجودة جوه النادي الاهلي دلوقتي، يا تبقوا رجالة وتبقوا على قد المسؤولية وتكمل في النادي الاهلي اللي هو ما اعتقدش اي نادي تاني هيديك لا شهرة ولا فلوس ولا، والاهم من ده كله حب الناس وجماهيرية ونجومية كلعيب. اللعيب نفسه الاهم من القرار بتاعك انت كلعيب بامكانياتك الفنية. بالظبط كده، اعمل ايه الفترة اللي جاية؟ ازاي اثبت للناس دي كلها ان انا جدير؟ ازاي اللي ما لعبش ايهاب ينزل يلعب؟ اللي احنا بنقوله ده بقوله على شاشه قناه الاهلي، بقوله بوضوح قدام الناس كلها، واللي بيتقال في منابر اعلاميه اخرى سواء مع او ضد، واذا كان نقد بناء او غير بناء في اي مكان تاني، هل ده ما بيمثلش ضغط على لاعب النادي الاهلي نفسه؟ يعني هل انت في لاعب ما بتكونش اديته القوه دي وجاي دلوقتي تقول له وريني نفسك؟ فهل هذا لا يمثل ضغط ايضا؟ هقول لك، المفروض شخصيه لعيبه النادي الاهلي ما يمثلش ضغط عليه. كويس. ليه؟ لان احنا كنا مثلا زمان يا ايهاب هم انا لازم اجي اجيبه اخده في الحضانه بتاعتي، ما انا ماشي مع الاهلي اصلا، انا بقول له الكلام ده برضو بطريقه معينه، مش هدي له اوامر فيها، انا بس يعني بدي له الشكل العام اللي هو من جواه لازم هو يفكر. لان انت لو قعدت اكلمك ثلاث ايام وانت من جوه حاسس انك كويس وان انت لا والناس هي اللي غلطانه، ما تاخدش فرصه، انا ما تاخدش فرصه، انا ما بتمرنش، مش عارف ايه، ما ادانيش، ما صبرش عليا، في بعض اللعيبه بتفكر كده ومحدش بيغلط نفسه، ده نهايته ان هو هيطلع بره النادي الاهلي وهيمشي. محدش، النادي الاهلي مش هيبقى عليه، لان النادي الاهلي ما ينفعش انه يستحمل القصه اللي فاتت. في انا عارف في ناس من جماهير النادي الاهلي ما نامتش من ساعه المباريات دي وتعبانه جدا نفسيا ومتضايقه جدا لعشقها وحبها للنادي الاهلي. فانت كلعيب، انت النادي الاهلي بيوفر لك كل حاجه، بيوفرها لك ماديا وبيجيب لك اجهزه على اعلى مستوى، والجمهور ده بيقابل شايلك فوق كتافه في الشوارع وفي في اي حته انت بتروحها، مسانده جماهيريه، اعلام بيسندك، حاجات كتيره جدا جدا، يبقى الدور والباقي عليك انت. انت لازم انت اللي تبص لنفسك، انت لازم تعمل، انت لسه ما عملتش حاجه، ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده في النادي دلوقتي لسه ما عملتش ايهاب، وهي دي النقطه اللي انا بقول عليها. لازم تحس انك لازم تعمل للنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي خلال فتره قليله وانت لسه ما اديتوش عمل لك كتير وخلى اسمك على كل لسان ان انت نجم النادي الاهلي. لازم انت بقى الفتره الجايه، الفروقات بسيطه بين لعيبه مصر كلها، بس الروح والجدعنه والاصرار على المكسب هو ده اللي بيعمل. لو هنتكلم على مثلا فرقه الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، فرقه الزمالك مش مكسره الدنيا، انما عندهم حته كويسه دلوقتي، الاصرار على المكسب لاخر لحظه ايا كان، مش بتكلمش على الماتش اللي فات، الاصرار اللي ما كانش موجود في نادي الزمالك، فرقه بتتطور وفرقه بتعرف وعدم الاصرار اللي هم كانوا فيه قبل كده وصلهم ان هم
ما فيش بطولات خالص لا كده ولا موجودين على الساحه الافريقيه. لكن المنافسه اختلفت النهارده، الدوري خالص ما عادش زي الدوري في سنين فاتت، النهارده المنافسه مع اكتر من فريق، النهارده شايف شكل المنافسه ازاي في ظل الضغوط على فرقه النادي الاهلي. انت بص هاب، الدوري السنه دي دوري عجيب، ما فيش مفاجآت، اي فرقه بتكسب اي فرقه. النهارده الانتاج الحربي بيكسب معرفش مين تاني، ماتش بقى مغلوب مثلا من الجونه مش عارف ما يجي. الفرق كلها دلوقتي ودي حلاوه يعني المفاجآت بقت طبيعيه، عشان كده تقول ما فيش مفاجآت بقت طبيعيه. زمان كان لما مش عارف مين يتعادل مع الاهلي لا المفاجآت يعني ده طبيعي كبيرة. المفاجآت دلوقتي بقى عادي، اي حد بيكسب اي حد، اللي جاهز والجدي في الملعب واللي متجهز صح بيكسب. تعرفش دلوقتي المنافسه اخبارها ايه. يعني انت فاهم ازاي، كله كمان بيحاول يدعم. كان في زمان فرقتين بس اللي بتدعم والباقي مفيش. وكان الفجوه كبيره جدا بين القمه والقاع، دلوقتي بقى كله بيقرب. دلوقتي ماتشين ثلاثه بالنسبه للفرقه، ثلاث نقط بياخدوك من هنا وفرقه المقاولين كانت في اخر الجدول، ثلاث ماتشات طلعوها بقت مش عارف السابع ولا الكام. فرقه الجونه كذلك، الحرس، الحدود، الداخليه، الفرق دلوقتي كلها بيلعب مع المصري مضغوط 39 دقيقه، بيروح يجيب جون، بيخلص الشوط الاول بجونين، بيرجع الشوط الثاني بيجيب الثالث. النادي المصري بينافس في بدايه الدوري، في اول ماتشات بيتغلب ثلاثه، يعني القصه اتغيرت. فانت دلوقتي مفيش ماتش سهل ولا ماتش معرفش، كان في نقط ومراحل محطات في الدوري، بنقول مثلا هنقابل الزمالك، هنقابل الاسماعيلي، هنقابل معرفش ايه. دلوقتي لا، انت كل ماتش لازم تاخده ماتش كاس. في ظل الظروف اللي انت فيها دي ما ينفعش النادي الاهلي يفقد نقاط لغايه ما تتساوى مع المنافس بتاعك، وبعد كده تمشي بقى واحده بواحده. فمرحله صعبه ان انت المنافس يكون سابقك وعندك مؤجلات عايز توصل له، غير ما تبقى واحده بواحده. فانت لازم اللعيبه تكون حاطه الاطار ده كله، مالكش دعوه بتحكيم، مالكش دعوه بحاجات كده، لان ممكن يبقى عليك ضغط نفسي خلال الفتره اللي جايه من اطراف كتيره جدا لهم مصلحه انهم يضايقوك، لهم مصلحه. انا شايفك شايف حاجه كده عايز تقولها، يعني شايف في عينيك حاجه كده بتحذر منها. طبعا لازم جميع عناصر اللعبه انت تبقى داخل مباراه بجديه، مالكش دعوه بظلم تحكيمي بعد كده، مالكش دعوه بكذا ولا كذا ولا حد في وسائل الاعلام بيفطس فيك ولا بيهد فيك. لا، انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي لازم تنظف التراب اللي حصل عليه خلال الفتره اللي فاتت دي وترجع تاني اسد الماتش. خاصه ان في اعتراف بالاخطاء، مليون في الميه الاخطاء اللي موجوده هتتعالج، بس اللي اهم منها هي الروح. وانا بقول لك من النهارده ان شاء الله ان ماتش المقاولين ده ان شاء الله باذن الله هيبقى ماتش فارق بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله هينزل هيعمل مباراه قويه بعد التغييرات اللي حاصله دي، ثلاث ارباع المباراه هتبقى جدعنه وحماس وروح، وان شاء الله النادي الاهلي يكسبها، لان انا باكد عليها ماتش فارق بالنسبه للمرحله اللي جايه. هختم مع حضرتك بماتش فارق بالنسبه للمرحله الجايه، ورؤيتك ان الجانب النفسي مطلوب في الفتره الجايه، وان المرحله اللي متبقيه لمباراه المقاولين فنيا صعب جدا تشتغل عليها، فبالتالي الجانب النفسي هيقرب لك بعض الامور. اشكرك، ولو حابب تقول اي حاجه كابتن محمد قبل ما اشكرك. يعني بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه، كلنا دعم ومسانده وثقه في قرارات كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. نلتزم شويه الصمت، الناس اللي عامله كباتن كبار وعامله يعني فنيين كبار يعني يبتدوا يهدوا، بس الفتره اللي جايه النادي الاهلي لازم يقفل على نفسه، يجهز لعيبته صح، حتى لو في تدعيمات خلال الفتره الجايه دي تبقى في يناير، لان عشان توصل وتبقى لسه بتنافس تعدي المرحله بالوضع اللي احنا فيه. التدعيمات دي سيبها لوقتها ان شاء الله. اكيد النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي عارفين الموضوع ده وحاطين الكلام ده قدامهم، وحاطين اكيد خطه زي ما بقول لك يا هاب للاصلاح، ما بتبقاش مره واحده، الاصلاح في الكوره بيجي مراحل تدريج معينه وتدريجيا، وان شاء الله باذن الله يا رب يعني نتمنى للنادي الاهلي المكسب، ونتمنى طبعا اللي قبل كده عوده الكابتن الخطيب بالسلامه ان شاء الله وربنا يشفيه. اشكرك كابتن. شكرا يا شكرا. كل الشكر للكابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق، واتكلم كلام مهم جدا، واتكلم بصراحه بعيدا عن اي كلام، نتكلم بصراحة أكثر على شاشة قناة النادي الأهلي، نتكلم بوضوح وبصراحة، لسه كلام بوضوح وبصراحة ممتد في الأهلي الليلة. وبعد الفاصل زميلي محمد سعيد والكابتن جمال مساعد.
اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه مع احد نجوم فريق النادي الاهلي في جيل التسعينات الكابتن جمال مساعد. كابتن جمال برحب بيك اولا على شاشه قناه النادي الاهلي، فتره طويله كنت بعيد عننا بس منور النهارده شاشه قناه الاهلي. يعني انا سعيد ان اكون مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، النادي بيت الاول. طيب في البدايه كابتن جمال مساعد هو احد لاعبي خط وسط فريق النادي الاهلي، بدا مشواره في الاهلي من مدرسه الكوره عام 81، ثم تدرج في قطاع الناشئين الى ان تم تصعيده في الفريق الاول عام 87 بعد ما عاد من كاس العالم للشباب عام 87 في كندا. اول مدير فني طبعا كان موجود معاه في الفريق الاول الكابتن السايس، ثم تدرج في الفريق الاول في فترات طويله وتحديدا في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، شارك في بطولات افريقيه تحديدا كاس الكؤوس الافريقيه عام 93، تواجد بشكل اساسي في نهائي كاس مصر عام 92 بين الاهلي والزمالك، والمباراه الشهيره اللي فاز بها الاهلي ب 2-1 باهداف للكابتن ايمن شوقي والكابتن طاهر ابو زيد. فبالتالي معانا نجم كبير النهارده، شارك في العديد من المباريات الرسميه للاهلي سواء المباريات الكبيره امام الزمالك في كاس مصر او حتى النهائي الافريقي امام افريكا سبور الايفواري. كابتن جمال مشوار كان طويل جدا ليك مع النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي، بدات في مدرسه الكوره، تدرجت في القطاع الى ان تم تصعيدك في الفريق الاول. كلمنا عن المرحله دي كلها وانت متواجد في الاهلي من عام 81 حتى 94، ثم انتقلت للاتحاد السكندري. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت بلعب في مركز شباب كده اسمه نادي متعبة، وكنت بنلعب الكره اللي هي الكره اللي هي الكوله دي، الشراب اللي هي الصغيره ديت، وكان في واحد كان بيتفرج كده على الاولاد اللي هم بيلعبوا في الملاعب اللي هي الاسفلت دي، فطبعا شافني وانا بلعب، انا كنت لعيب كويس قوي وانا صغير، فجي بعد ما خلصت اللعب قال لي تحب انت تروح تلعب في نادي، انت لعيب كويس وممكن تلعب في اهلي او زمالك او اي حاجه، فقلت له ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي يا ريت يعني. وكان الوقت ده ما كنتش انا مستوعب قوي حته اهلي وزمالك، برضو سن 10 سنين في الثمانينات كان ما كانش زي دلوقتي مدارس الكوره كتير، وان الولد وهو لسه عنده 10 سنين او 8 سنين عارف لعيبه مصر كلها، ما كناش احنا لسه. فالمهم ان انا قلت له خلاص ما فيش مشكله، قال تحب تلعب زمالك ولا اهلي؟ قلت له انا ما اعرفش اي حاجه، انا كنت ساعتها زملكاوي، انا كنت مسكر نادي الزمالك، لان نادي الزمالك كان جنب متعوبه، انا زمالك في متعوبه. فقلت له، قال لي بص انت النادي الاهلي احسن لك، يعني النادي الاهلي بيهتموا بالناشئين وده احسن لك، ولو رحت هتبقى موجود. رحت هناك النادي الاهلي، قابلت الكابتن مصطفى حسين، نزلت الاختبارات، كان وقتها هو المسؤول عن قطاع الناشئين، كان هو مسؤول عن قطاع الناشئين. نزلت الاختبار ما لمستش كوره خالص، ما لمستش كوره خالص، ولقيت الكابتن مصطفى حسين راح نادى، كان في واحد اسمه جمعه سرحان الله يرحمه، لقيته جالي وقال لي تعالى، كان احد الاداريين الكبار في قطاع الناشئين طبعا، ابو جمعه، و ثم انا ما لمستش حاجه. فالمهم لقيت نفسي محطوط واداني ورقه كده صغيره اخضر كده وحدد لي ميعاد ان انا اجي فيها. رحت بقى مع الفريق وتواجدت معاهم، اللي هي مدرسه الكوره دي على طول اللي هي البرام، وقعدنا نتعلم بقى سيت الكوره، ازاي تقف في الملعب وازاي تباص وازاي تتحرك مع الموهبه اللي هي كانت موجوده عندي او عند اي لعيب. بيبقى سهل التعامل مع المدرب لما تكون انت موهوب ولعيب كوره كويس، فبتستجيب بسرعه. قعدت سنتين في مدرسه الكوره، وبعد كده في المرحله اللي هي الثانيه اللي هي بتبقى قطاع الناشئين، بتلعب بقى قطاع الناشئين، انت تلعب بقى ايه اللي هي البطولات اللي هي المناطق، وفي ثاني بطولات اللي هي بطولات الجمهوريه، يعني على حسب ايه السن، هم مثلا المنتخبات بتبقى مثلا جمهوريه، لو ما فيش منتخبات بتلعب منطقه اللي هي القاهره. كان ساعتها ما كانش لسه في منتخبات، لان السن الصغير 13 سنه ما كانش في لسه منتخبات، لعبت بطوله القاهره وساعتها جبت 18 جول وانا عندي 13 سنه، وبعد كده 14 سنه برضو نفس الكلام، يعني الحمد لله كنت بجيب جول على طول في المرحله اللي هي السنيه. وبعد كده 15 سنه بدانا يبقى في منتخبات اللي هو منتخب 17 سنه،
ان هم كانوا يلموا بقى اللعيبه اللي هي يستعد بقى للتصفيات الافريقيه وكاس العالم او يبقى موجود. كان ساعتها الكابتن طه بسر هو اللي ماسك المرحله السنيه دي, المرحله السنيه اللي هي 16 سنه, وكانوا بيعدوا بقى من 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 15 سنه لحد ما تلعب البطوله اللي هي بتبقى قبليها مثلا بسنتين. كان هو الاعداد اللي هو الافريقيا والتصفيات والكلام ده. هو اخترت ضمن ضمن المنتخب, وقعدنا بقى نكسب اثيوبيا على السودان على لغايه لما وصلنا نلعب نهائي مع فرقه الجزائر. تعادلنا هنا 0-0 ورحنا هناك خلاص بقى كان كل الاعلام والصحافه وكل الناس بيقول لك ان المنتخب ده ايه مش هيكمل, تعادل هنا 0-0 او يتغلب هناك ب 1 او 2 اي حاجه هتبقى المرحله يعني بقى صعبه بالنسبه لنا ان احنا نروح كاس عالم. الحمد لله الوقت ده كان اول ما نزلنا الجزائر جابوا الجول, وانا رحت جايب جول التعادل 1-1, وكان في لاعب اسمه محمد رمضان الدرسان راح جاب جول وكسبنا 2-1 وتاهلنا كاس العالم في كندا لكاس عالم كاس عالم في كندا. لعبت كاس عالم في كندا, لعبنا 3 مباريات مع قطر وايطاليا وكندا. احنا طلعنا من الدور ال 16, بس انا في الوقت دوت خدت احسن لعيب في من احسن 3 لعيبه في البطوله. يعني هم كانوا بينقوا في كل ماتش احسن لعيب, انا خدت في ماتشين احسن لعيب. تمام, خدت في ماتشين, فجيت الترشيح بتاعي بعد كده خدت ايه, بقيت انا ثالث واحد في العالم في البطوله نفسها, وخدت دبلومه على ان انا احسن من احسن 3 في كاس عالم. تمام. طيب قبل ما تكمل بقى مشوارك بعد كده لما رجعت للنادي الاهلي, وساعتها في التوقيت ده عام 87 استغل انك موجود في كاس العالم للشباب, رجعت على الفريق الاول, اتمرنت مع الكابتن السايس, في تفاصيل كثيره لكن نطلع لتقرير عن الكابتن جمال مساعد ثم نعاود الحديث بعد هذا التقرير. بدأ جمال مساعد مسيرته مع كرة القدم كلاعب خط وسط في النادي الأهلي عام 1981 عندما انضم لمدرسة الكرة وقت ما كان مصطفى حسين مديرا لقطاع الناشئين بالنادي. قضى مساعد سنتين في مدرسة الكرة قبل أن ينتقل إلى الناشئين تحت قيادة شوقي عبد الشافي, وظل في الناشئين حتى عام 1989. قدم في تلك الفترة مستوى متميز استطاع من خلاله أن ينضم للفريق الأول وقت ما كان محمود السايس مديرا فنيا للأهلي. نجح جمال مساعد في إثبات وجوده مع الأهلي وسط كوكبة من النجوم في أوائل التسعينيات, حيث زامل في الملعب كلا من هادي خشبة, طاهر أبو زيد, وليد صلاح الدين, محمد يوسف المدير الفني الحالي للأهلي, كذلك محمد عبد الجليل, محمد رمضان, علاء ميهوب. كان مساعد وقتها شابا في العشرينيات بينما كان هؤلاء النجوم في أوج تألقهم. أول مباراة رسمية خاضها جمال مع الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة في بطولة كأس الاتحاد, فاز مساعد بسبعة ألقاب مع القلعة الحمراء بواقع 5 بطولات لكأس مصر وبطولة عربية وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 93. في عام 1994 انتقل جمال مساعد إلى نادي الاتحاد السكندري ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية, حيث قدم مستوى متميز مع زعيم الثغر تحت قيادة الألماني ثيو بوكير, ونجح في تسجيل 36 هدفا مع الفريق السكندري. اهلا بحضراتكم من جديد, وتقرير فيه تفاصيل كثيره عن مشوار الكابتن جمال مساعد مع النادي الاهلي وحتى لما انتقل لزعيم الصغر نادي الاتحاد السكندري. كابتن جمال, واحنا بنتكلم في الكواليس كلمتني حتى عن مباراه نهائي كاس مصر
عام 92 اللي كانت المباراه الشهيره 2-1 والهدف الشهير اللي جه في اللحظات الاخيره للكابتن طاهر ابو زيد تصويبه جامده وبعد كده ايمن شوقي كمل الكوره. كنت انت اللي هتشوط التسديده ديت؟ تمام، انا كنت ساعتها في الوقت ده كنت بشوط الفاولات وكابتن طاهر ابو زيد كان قاعد بره، كان قاعد احتياطي، ولما الفاول ده جه كان ساعتها ماسك الفريق كابتن انور سلامه، وانا ببصيت لقيت الكابتن طاهر بيغير، والكابتن انور سلامه كان منزله في الوقت دوت ان الكابتن طاهر كان بيشوط فاولات كويس قوي، كان بيجيب جوال بطريقه كويسه. تمام. وانا كنت لما اول ما شفت الكابتن طاهر نازل من على الخط استنيت شويه لغايه لما ينزل، فلما جه عند الكوره فقلت له ده مش مسخن، قال لي ده انا هجيبها جول، فطبعا سبتها له فشاطه، وبعد كده ايمن شوقي كمل التصويب رجعت من حسين السعيد. فدي حاجه كويسه ان انا فاكر ان انا الكلام ده من 92، يعني بقاله كتير قوي ان انا فاكر حاجه كده، لما كنا نجم زي الكابتن طاهر ابو زيد وانت عارف ان هو بيشوط فاولات كويس، انك انت ينزل ويبقى عنده احساس ان هو هيبقى الكره دي فيها جول او فيها حاجه مشكله للفرقه، دي حاجه كويسه يعني. طيب كملت بقى مشوارك مع النادي الاهلي، وبعد كده رجعت من كاس العالم للشباب، تواجدت مع الكابتن السايس، لعبت بطولات افريقيه، ايه الاحداث اللي انت شفتها في التوقيت ده وانت لعبت كمان مشوار افريقي جيد مع النادي الاهلي حتى وصلت للنهائي قدام افريكا سبور؟ هو انا لما رجعت من كندا سنه 87 طبعا لقيت الاداري الكابتن عماد اليماني بيكلمني ان انت هتطلع تتمرن مع الفريق الكبير. انا طبعا كان كل طموحي ان انا العب فرقه كبيره في النادي الاهلي، طلعت اتمرنت، بقيت اطلع بقى اتمرن انزل تاني العب مع الفرقه بتاعتي، اطلع اتمرن يحتاجوني في ماتشات وديه ممكن العب مثلا تلت ساعه ربع ساعه، مش دايم ان انا اكون ان انا طلعت واتمرنت وبقيت قاعد وبلعب واستنك على طول، لا انا كنت بطلع اعداد لان انا هم بيعدوني نفسيا ان انا وبدنيا ان انا اكون موجود والعب فرقه كبيره. تمام. طيب في التوقيت ده انا فاكر لما طلعت مش مركزك الاساسي، يعني انت لعبت هاف ديفندر لكن انت كنت من اللعيبه المهاريه اللي بتلعب في الناحيه الهجوميه. تمام. الكواليس نقل مركزك من مكان لمكان، ومع ذلك لعبت وشاركت بشكل اساسي في مركز هاف ديفندر. هي انا جيت في السنه ديت اللي كابتن انور سلامه لعبني فيها ديفندر، انا كنت بلعب مع مايكل ايفر كان ماسك قبليها الفريق، وكنا ماشيين كان في نتائج مش كويس، كنا تقريبا العاشر او التاسع في الدوري، وكنت بلعب ناحيه الشمال، وكان مايكل ايفر كان جاي عاوز يبطل كل اللعيبه اللي هي الكبيره طاهر ابو زيد ورابع ياسين ومحمد كل الناس، كان عاوز يبطل اللعيبه دي كلها، فكان الوقت ده كان عاوز بقى يلعب مانا كجمال ومحمد يوسف ومشير حنفي والناس الصغيره، فكانت بالنسبه لنا احنا كلعيبه كانت مشكله انك انت تبقى بتطلع ما فيش حد تسند عليه فوق، انت لسه صغير، ما فحسب كان بيبقى عامل لنا كلاعيبه احنا في الملعب في مشاكل انك انت مش قادر تشتغل مع الشغل القوي، احنا صغيرين 18 سنه ولا 20 سنه بتبقى صعبه شويه. لما جه الكابتن انور سلامه مشي مايكل ايفر وجه الكابتن انور سلامه يتولى الفريق، انا رحت منتخب 19 وبعد كده رحت منتخب 19 رحت منتخب الاولمبي. الفتره ديت الكابتن انور سلامه مسك وكان الدوري فيه واقف بتاع حوالي شهر او شهرين، مده طويله اعتقد. مده طويله. طبعا انا جيت من المنتخب الاولمبي وكان الكابتن انور سلامه بقى عمل الفرقه تاني وعادل التشكيله بتاعته وظبط وعمل فتره اعداد كويسه للعيبه اللي موجوده، وانا جيت اخش الفرقه فبيقول لي وانت متقيد مع عندنا؟ ما كانش يعرفك ساعتها. لا عرفني، بس قالك انت مش متقيد، بس هو ما بيحبنيش. قلت له انا لعب الدور الاولاني كله. لعب الدور الاولاني كله على فكره، كان في الناشئين كان يصعد وانا في كنت بتمرن فرقه كبيره وما كانش يرضى يصعدني. كان يصعد يعني لما كان بيجي مثلا، هو كان ماسك فرقه 20 سنه، فرقه هاني رمزي وعبد الجليل وعادل عبد الرحمن، كان لما يجي يصعد لعيبه يصعد مثلا احمد يونس وتامر حفني مين الجيل اللي كان معاك كابتن جمال؟ كان مين اللعيبه اللي معاك في الجيل؟ الفرقه الاساسيه بتاعتي انا مشير حنفي، محمد يوسف، تامر حفني، كرم مرسي، مين تاني يا ربي؟
الجيل ده استمر في التسعينات عمل بطولات كتير. ده الجيل ده كان في لعيبه كتير مشي غالبا، في سعيد العراقي وفي حسام صلاح وفي اسامه محمود، كل اللعيبه دي راحت لعبت يعني فرق كبيره بالمصري شبيهين القناه لعبوا عملوا. الناس اللي اتايدت في المرحله ديت كنت انا ومشير ويوسف وكرم مرسي ومحمد يوسف. طيب كواليس البطوله الافريقيه بقى، كاس الكؤوس الافريقيه عام 93 مباراه افريكا سبور، شاركت انت في معظم المباريات لكن ما كنتش موجود في النهائي. لا لا انت عارف المباريات كلها بتاعت افريقيا كلها ما غير دلوقتي، يعني دلوقتي ما شاء الله دلوقتي ملاعب كويسه قوي وامكانيات. احنا كنا بنروح افريقيا كنا بناخد الجبن معانا ومعلبات وما كانش في اكل ولا في فنادق ولا في اي حاجه. كنت تنزل الملعب تلاقي نجيل كده، عارف النجيل الكرات ده، عارف الكرات ان حته الكراته كده طالعه في الملعب، والله بكلمك جد، وفحر وحاجات غريبه. لا ايامنا كان في مشقه فعلا في انك انت عشان تاخد بطوله، مش زي دلوقتي ما شاء الله الملاعب كلها وفنادق وامكانيات وكل ما تتخيله متاح. احنا كنا بنروح نلعب في ملاعب ما تعرفش تمشي فيها، مش متعرفش تلعب فيها، يعني ممكن تحط رجليك كده، تحط رجليك في بير. ايه المباراه اللي ما تنساهاش في افريقيا؟ او مباراه لعبتها مع الاهلي خارج مصر كانت بالنسبه لك، شايف ظروفها وطبيعه المباراه كل حاجه مختلفه بالنسبه لك، المباراه لا تنسى بمعنى صح؟ هي الفرقه اللي كنا بنلعب بساحل العاج، في فريق من ساحل العاج ونزلنا لقينا الملعب زي ما بقول لك كده، عارف انت اللي هو الكرات ده، الملعب مش نجيله ملعب، مش يعني نجيله ملعب، لا فحر كده، وكان كابتن شوبير واقف، وساعتها اتغلبنا 3-0 وخرجنا من البطوله. ده مباراه ما تنساهاش، كانت ظروفها لان كان ظروفها كان رحنا لقينا كان في دم كده في الاوضه وفي حاجات مذبوحه وحاجات كده غريبه كده، مش في الكوره يعني. كنت بتخافوا من الحاجات دي ولا كنت بتتاقلموا عليها وبتاخدوها بهزار؟ لا احنا كنا هو فرقه النادي الاهلي احنا كنا متعودين على كل حاجه تمام، بس برضو خلي بالك انت لما تيجي تخش مثلا اوضه لبس وتلاقي دم مرمي في الاوضه، وتخش ورا الجول تلاقي مش عارف كابتن احمد شوبير لا مش عارف في ايه مرمي، و لا بتبقى طبعا بتخوفك، بس كانت بتدينا ان احنا برضو ان احنا جايين نلعب على بطوله، مش جايين نخاف يعني. لكن هي طبعا بتخوف اي حد، الحاجات دي بتبقى مملوءه، غير ما كان بيجي لنا عند الفندق ويفضلوا ضرب ورأس وشكاليل وما تنامش. لا افريقيا زمان غير دلوقتي خالص، ما يعني ما فيش مقارنه. طيب حضرتك من الكباتن او من اكتر اللعيبه اللي فازت بكاس مصر، خدت 5 كاس مصر مع النادي الاهلي، اهم البطولات اللي خدتها او الماتش اللي انت هتنساه في نهائي كاس مصر قبل كده؟ اهلي وزمالك. اهلي وزمالك ده كنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع جون الفاول وايمن شوقي كملها تمام. الماتش ده كنا احنا كان لازم حد يكسب، وفرقه الزمالك ماسكه فرقه النادي الاهلي مقطعاها بلغه الكوره، يعني مقطعاها بلغه الكوره. كان اسماعيل يوسف وايمن منصور واشرف قاسم واسماعيل يوسف وهشام يكن، وكانت فرقه. وبعدين انا بين التايمين كده فبكلم كابتن سامي عرابي، بقول له كابتن احنا كده مش ماتش صعب. قال لي بص ربنا يستر. فنزلنا المباراه، راح نادي الزمالك جاب جول بتاعت رضا عبد العال، كرة كده رقص مش عارف محمد سعد وراح خبطت في واحد ودخلت. كان اول 10 دقايق. قعدنا بقى 35 دقيقة مش شايفين حاجة قدامنا. نادي الزمالك لكن الشوط الثاني كان حاجة تانية خالص. التايم الأولاني هنا وهنا واحنا طالعين 1-0. تمام الشوط الثاني. التايم الثاني بقى مفيش خلاص، مفيش النادي الأهلي مش مفيش. فأنا بقول للكابتن أسامة إيه؟ بقول له يا كابتن، لأن أنا كنت بلعب ساعتها هاف ليفت. الماتش ده كنت بلعب في ليفت، وكان اسامه عربي بقى باك ليفت، وانا كنت قدامها في ليفت. فبقول له يا كابتن اسامه احنا يا رب الماتش يخرج كده، لو خرجنا 1-1 مش هنعرف نلعب بالنص ساعه الثانيه اللي هو اكسترا تايم. قال لي ربنا ان شاء الله، هو يعني احنا لو طلعنا 2-1 يبقى كويس، 2-1 نتغلب مش نكسب. والله لازم بكلمك جد، ده كل الكلام ده بايه في مش حكاوي، لا في ثواني يعني بسرعه كده. كابتن الدنيا قال
ربنا يستر وما نلعبش ايه اكسترا تايم. اكسترا تايم تمام. الشوط الثاني بقى الاوفر جيم الناحيه الكابتن اسامه عرابي. ما ده انا بكلمك التايم الاولاني. انا دخلت بقى على التايم الثاني. التايم الثاني بقى ده اللي احنا ما شفناش فيه حاجه قدامنا. احنا جايبين جول التايم الاولاني اسامه عرابي عمل الاوفر لايمن شويه جول طلعنا 1-0 وكان الماتش مش سجل للفرقتين تمام. يعني ما تعرفش مين يكسب. التايم الثاني النادي الزمالك ماسك فرقه النادي الاهلي مقطعه كوره. فانا بكلم اسامه الكابتن اسامه عرابي بقول له يا كابتن لو قعدنا لو لعبنا اكسترا تايم لو فضل التايم ده لو اتعادلنا 1-1 ولعبنا شوطين هنتغلب 4-5 يبقى في كرامبات في اجهاد وفي تعب وفي حاجات كتيره جدا. طيب حصل التعادل 1-1 ووصلتوا للكره الثابته اللي غيرت مجرى المباراه في اخر 5 دقائق. تمام. هي الكره ديت كنت انا بشوط الفاولات والكابتن طارق بوزيت كان بيغير ونزل انا كنت هشوط الفاول فقال لي يا جمال انا هسيبها انا قلت له انت مش مسخن قال لي انا هجيبها جول. روح الفنانه الحمراء هي اللي كانت معنا الماتش ده انك حتى لو الـ 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 الناحيه الفنيه وعلى فكره النادي الزمالك كان واخد بطوله الدوري كان واخد بطوله الدوري في السنه ديت بس في التوقيت ده الاهلي كان عايز يفوز بالكاس. روح الفنانه الحمراء فرقت مع الجيل ده في التوقيت ده. طبعا ما احنا بنلعب على 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 بطوله وكان يهمنا جدا ان احنا ان النادي الزمالك ياخد بطوله الدوري واحنا ناخد بطوله الكاس. لكن انا بقول كلاعب كره في الملعب انا شايف ان النادي الزمالك كان راكم المباراه لكن طبعا احنا نروح الفانيلا الحمراء طبعا وان احنا عاوزين ناخد البطوله وان احنا عاوزين نطلع من الموسم واخدين بطوله طبعا بطولة. دي طبعا بتدي دافع ان احنا ناخد بطوله. تمام. بعد الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي رحت الاتحاد السكندري. تمام. مشوارك في الاتحاد السكندري انا شفت في الاحصائيه عدد اهداف كثير جدا 36 هدف. تمام. في مشوارك مع الاتحاد غيرت مركزك الضغوط قلت ايه الاختلاف؟ هي انا ما كملتلكش حته بتاعت الكابتن عمر السلامه لما جه وانا في المنتخب الاولمبي وجي قال لي انت موجود معايا قلت له اه كابتن انا موجود انا عارف ان هو بيهرج فقال لي طب خلي بالك بقى انت مش هتلعب الا لما ايه الا لما بشوف بقى انت هتلعبها ازاي. ماشي. انا ما كنتش بيحبني فعلا فالكابتن عمر السلامه فضل يلعب بكل ما تتخيله. كنا ساعتها كان مايكل ايفر كان ساب الفرقه دي العاشر او التاسع في الدوري ما كانش فيه امل ولا بطوله ولا اي اللي انا بكلمك عليه ان احنا خدنا فيها الكاس بتاع جون طرب وزيد ولاعب احمد سامي اللي هو ماسك النجوم دلوقتي ولاعب كل ما تتخيله وجاب من حد ما فيش حد الا انا ما فيش حد خالص لازم انا العب ورحنا سافرنا اسكندريه وقال لكل الناس اللي موجوده بمراكزهم ووظيفاتهم يعملوا ايه في الملعب الا انا وجمال مساعد. نزلت طبعا كنت بقالي فتره ما بلعبش كان بعد كنت بلعب الدور الاولاني كله بقيت ما بلعبش تقسيمات مع كابتن انور ولا موجود ولا الكلام ده كله خالص وقاعد ما بعملش حاجه خالص. لقيته حاطيني ماتش الاتحاد في اسكندريه ما كنتش شايف قدامي. وانا خارج من اوضه اللبس لقيت كابتن طارق بوزيت راح قال لي بص يا ابني انت كده كده هتمشي. كده كده ايه؟ ماشي خلاص. انت بقى اثبت ليه للناس دي كلها ان انت ما كنتش تقعد الفتره اللي فاتت دي وانت كنت بتلعب اساسي وكنت تحارب موجود على فرصه وتحارب على فرصه. راح جايب علاء مهوب كان علاء مهوب ساعتها بيلعب جنبي راح قال علاء مهوب بص يا علاء كل كوره اديها لجمال مساعد انت وعمرو انور. نزلت الطايم الثاني عملت كل ما تتخيله في الكوره. جيت بعديها رحت لاعب بقى ايه اللي كان فاضل بتاع حوالي 3 ماتشات في الدوري رحت لعبهم كلهم وكاس مصر كله ده من اول دور 32 لحد النهائي لحد الفاينل لحد ما لعبت النهائي وانا لعب الماتشات كلها اساسي ما بخرجش من الملعب. وبعد كده كملت السنه اللي بعديها ولعبنا وخدنا الكاس و يعني انا بوريك ان ايه ان ممكن مدرب يبقى يجي يوقفك على رجليك ويلعبك وممكن تاني مدرب يعدك. بس الفكره عندك انت اللي تستغل السنه بقى اللي بعديها الكابتن انا بقى ايه الفرقه جهزت تاني وبدا اللي كان مصاب والفرقه اتلم زي ما النادي قال بيلم لعيبته لما يكون في مشاكل. جه قال لي بص يا جمال انت مش هتلعب الا ديفندر. غير مركزك. انا محتاج ديفندر. مش هتلعب الا ديفندر ولا هتلعب ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين ولا اي حاجه انت هتلعب ديفندر بس. فكان بيمرني ازاي العب ديفندر. وانا كانت كورتي كويسه انا كده من طبيعتي انا مهاجم بجيب جوان في قطاع الناشئين وبروح للجول وبعمل دبل باص والحمد لله. فقلت له يا كابتن خلاص العب
بقيت اجي الصبح معاه كان بيمرني زي العبد فنت ورحت لعيبه وخلاص واشتغلت بكملت. وكمل لي جنبك في المركز ده. كان ساعه الكابتن بدر رجب موجود، كان كابتن علاء كان ساعات بيلعب ديفندر، وكان هادي لما لعبت ديفندر رجع ورا لعب ليبرو اه، وكان في كان في احمد حسين ديفندر برضو، كان في كان في عدد كتير في الى ما انتقلت الاتحاد السكندري ولعبت مع سيوبو كير واحرزت 34 هدف واعتزلت في بدايه الالفيه الجديده عام 2000 واتجهت للمشوار التدريبي. تمام. حاليا بقى انا يمكن حتى كنت بتكلم معاك بتدرب فريق شويه ده في القسم الثالث في محافظه الفيوم. تمام. تدريب تحت شايفه ازاي ومراحل التدريب اللي خدتها كابتن جمال خلال الفتره الاخيره؟ انا بدات بعد ما لما النادي الاهلي عمل اكاديميه كره من 2006 كان وليد صلاح كلمني قال لي تعالى اشتغل معايا في تمسك معايا في الاكاديميه، اشتغلت معاه سنه وبعد كده سبت رحت مسكت فرقه ابو دي في الممتاز بيه، مسكتهم اربع مواسم. لما حصل الثوره رحت راجع تاني مسكت في قطاع الناشئين فرقه 98 مسكتهم سنتين وبعد كده رجعت مسكت ممتاز بيه تاني من الحيط، والسنه دي ماسك فرقه ابشوايه. رجعت تاني لابشوايه تاني برضه القسم الثالث واللي هو الممتاز بيه والقسم الثالث في الصعيد بيختلف عن القاهره، يعني بيبقى في امكانيات قليله، اللعيبه اللي موجوده، الملاعب اللي موجوده، في حاجات كتير. انا ماسك فرقه كانت طالعه من القسم الرابع ماشي بيهم كويس، عامل نتائج كويسه، فرق بينه وبين اللي كل سنه بيروح ترقي ويصعد ممتاز ممتاز بيه، فرق بينه وبينه 6 بونت. التدريب في الممتاز بيه وفي القسم الثالث اصعب من الدوري الممتاز؟ طبعا. ازاي؟ لا انا في انا ماسك الفرقه في الممتاز بيه والدرجه الثانيه والثالثه، انت بتعلم اللعيب كل حاجه، انت بتعلمه، انا بعلم لعيب ازاي، انا بعلم عندي لعيبه بعلمها ازاي تباص الكوره تباص الكوره، لكن الممتاز الف والممتاز بقى ده انت بتجيب لعيبه ما بتعرف تقف وبتعرف تتحرك وبتعرف تلعب وبتعرف، ولاعيبه عندها وعي كروي وازاي يفهم هو ايه بيلعب كوره ازاي، لكن في الدرجه الثانيه والثالثه لا ما في اختلاف، ده مش الممتاز بيه او ممتاز الف، ده الدرجه الثالثه في مصر هنا لو راحت لعبه ممتاز بيه في الصعيد تصعد الدرجه الثالثه، لو الدرجه الثالثه راحت الصعيد ممتاز بتصعد ممتاز الف لان فكر اللعيبه في الصعيد لا مختلف عن انت عارف الارياف غير الثقافه اللي هي الكرويه بتاعت اللعيبه اللي هنا اللي لعيبه الكره صايعه بتعرف تلعب كوره، لكن طبعا. في الارياف لا في مشكه في التدريب، انا بعمل كل حاجه يعني من حتى بتكلم في الاداره بتكلم في الاداري معايا بكلمه يبقى في حاجات بتبقى بتعدي بتكلم معاه، لكن انا معايا مجلس اداره محترم ناس محترمين وعندي لعيبه كويسه كلها مقدمين ومصليين وبتاع ربنا، لكن انا ينقص اللعيبه ديت عندي الخبرات، عندي كل اللعيبه اكتر واحد عنده مثلا بتاع 23 سنه، وعندي لعيبه انا هكلمك عليه دلوقتي، عندي لعيب 2003 من ساعه ما مسكت الفرقه وهو بيلعب على طول اساسي، وانا جوه القناه يا بكلم اهو كابتن فتحي مبروك لجنه الكره بتاعت النادي الاهلي، انا كنت هكلم حد يعني انا بس انا بقى مش مشغول في الماتشات مضغوطه، كنت هكلم حد بس انا كنت مستني ان انا الولد يشتغل معايا بس اعلمه ازاي وقفه الملعب وازاي يشتغل، لان لسه 2003 وبيلعب فرقه كبيره لازم يتعلم شويه. الولد ده يا جماعه يلعب في النادي الاهلي مستريح عنده 15 سنه 2003 وبيلعب معايا فرقه ايه فرقه كبيره فريق اول في القسم الثالث وعند القسم الثالث عندي في عارف في حرب والله حرب موضوع انتقالات اللعيبه والبيع والشراء انا بتكلم دلوقتي من هنا حد يجي يبص عليه. طيب تمام. قبل ما اطلع لتقرير عايز اسالك عن اسعد ليله عشتها في النادي الاهلي. لا هي النادي الاهلي كلها النادي الاهلي بص النادي الاهلي كله احترام وادب واخلاق وبيت محترم والناس اللي فيه كلها محترمين وكل اللعيبه بتحب بعضيها، حتى اللي بيجي من بره لو هو مش محترم بيبقى محترم غصب عنه. يعني النادي الاهلي مش محتاج ان جمال مساعد يمجد فيه او يتكلم عليه. لكن في اسعد ليله بالنسبه لك كانت في ماتش؟
يعني اسعد ليله اللي هي بتبطل يعني كل البطولات اللي انا خدتها كنت ببقى سعيد فيها. لكن اسعد يوم اللي هو الماتش بتاع الزمالك والاهلي اللي احنا كنا فعلا نهائي الكاس ده. لان ده كان كاس ضايع خالص. بتحكي ملحمه يا كابتن جمال. ايه بتحكي ملحمه. انا ده حقيقه فعلا. شوف انت لما لعيب كوره بيحكي حاجه من كام سنه، من 93، من احنا دلوقتي 2018، 25 سنه وانا لسه فاكرها. بقول لك اسامه عرابي، والله العظيم زي ما بكلمك بقول للكابتن اسامه عرابي الماتش ده يا رب يطلع كده. طيب دي يعني كانت اسعد ليله بالنسبه للكابتن جمال مساعد. لكن نخرج نشوف التقرير التالي. اسعد ليله للكابتن هشام حنفي احد نجوم النادي الاهلي، ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. هبدا بمشجع، لان انا كنت في فريق القطاع ناشئين في النادي الاهلي، كنا هنا من الجزيره، كان كل النادي بيتمرن هنا في الجزيره. طبعا ماتشات الفريق الاول لما كانت بتتلعب في الاستاد القاهره كنت على طول اخلص تمريني واطلع على الاستاد اتابع ماتشات الاهلي والزمالك تحديدا يعني، ودايما كان بيسعدوني. دايما كنت برجع بالعربيه اعلام الحمراء، كان معايا الجماهير في العربيه، بيبقى معايا حربي وجزره وعم حسين الله يرحمه، كل دول كان معايا في عربيتي. خلي بالك يعني، وغير بقى الكابتن احمد سامي، غير تامر بجاتو في فرقتي بقى، ومصطفى كمال قبل ما يطلع في الفريق الاول. كل دي يعني انا فاكر الماتشات كلها اللي كنا الاهلي بيلعب فيها مع الزمالك. انا تحديدا ببقى مشجع في المدرج، ما فيش هزار. كتير كتير والله، مش هزار يعني. لا كتير بجد يعني، كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوقي، جون طاهر ابو زيد اللي هو التسديده، وكابتن ايمن شوقي المتابعه، كابتن محمد رمضان وكابتن ايمن شوقي تاني برضو 2-1. لا في كتير يعني، في جوال كتير جدا جدا يعني، ما شاء الله. كابتن الخطيب وانا صغير بقى كنت بروح برضو يعني. لا احنا الحمد لله كنا دايما، مفيش الا ماتش واحد بس اللي كان تعادل، لكن دايما كنت برجع سعيد الحمد لله يعني. بالنسبه لي اول ماتش اهلي وزمالك بعمل جون لحسام حسن، قلت انا نجم اللقاء الحمد لله، جماهير كبيره جدا، فانا رجعت البيت لا يعني متشال. فالحمد لله دي من اسعد المباريات. تاني حاجه المباراه الافريقيه يعني المباراه الافريقيه طبعا مع مانويل جوزي اول سنه 2001 لما توجنا باللقب، برضو من اسعد اللحظات اللي في حياتي يعني. بطوله افريقيا تاخدها مع النادي الاهلي لقب كبير. بطولات العربيه دايما كنت انا برضو الحمد لله ليا الدور البارز فيها. فلا النادي الاهلي دايما سعاده يا كريم والله، دايما والله العظيم. الحمد لله ان انا اهلاوي، الحمد لله ان المشجعين كتير قوي في الوطن العربي. اصل ناس انا سمعت كده ان بيقول لك ان في افريقيا او الوطن العربي الزمالك هو اللي اكتر. مع احترامي جماهير كبيره وجماهير محترمه، لكن النادي الاهلي اكبر. النادي الاهلي اكبر في افريقيا والوطن العربي. لا مره ثانيه اهلا بكم من جديد، والحديث متواصل مع كابتن جمال مساعد. كابتن جمال، واحنا بنتكلم حتى على مشوارك برضه بطوله عربيه، لعبت مع الاهلي بطوله عربيه. تمام. كواليس البطوله العربيه والبطوله والاهلي لعب بالبطوله دي ازاي؟ هي كنت عارف البطولات اللي هي العربيه بتبقى فيها بتبقى اقوى من بطوله افريقيا. في الفتره دي في التسعينات. لا ودلوقتي. ودلوقتي. دلوقتي هي انت الخليج كله ما بيحبش النادي الاهلي يكسب. بتبقى حتى المنتخبات لما كنا نروح نلعب منتخبات برضه بتبقى في مشاكل برضه بالنسبه لل لا هو مش كده، هي الفكره بس ايه، منافسه كوره. لكن عايز اقول لك شعبيه الاهلي في الوطن العربي كبيره جدا. لا انا ما بتكلمش، لا انا بتكلم ككوره جوه الملعب، انا بتكلم مش حب، لا انا بتكلم ان بيبقى منافسه بتبقى يعني. مثلا لما كنا بنروح نلعب في افريقيا في قوه وفي لكن في الخليج بتبقى في شراسه وفي نوع من الغل شويه، اللي هو يعني زي الشمال الافريقي، المنافسه شمال افريقيا وكده. تمام. طيب البطوله دي البطوله العربيه كانت سنه كام واتلعبت؟ نظمت في مصر ولا كانت بره مصر؟ لا كانت موجوده في مصر البطوله. كانت في مصر. ولعبت برضه بطوله عربيه برضه في مع الاتحاد السكندري وخدنا فيها تاني. طيب عايز انتقل بقى لمشوار الدوري العام السنه دي، والاهلي باذن الله ابتداء من يوم الثلاث الجاي هيبدا خلاص بقى المشوار المحلي وعنده عدد من المباريات المؤجله. تمام. بدءا من الفتره القادمه شايف المشوار المحلي ازاي والمباريات المؤجله ومدى اهميتها بالنسبه للاهلي في التوقيت الحالي؟ هي بس قبل ما اخش على البطوله المحليه عاوز بس اتكلم في حته الفتره اللي فاتت دي. يعني الراجل اللي كان موجود كابتن رونالدو موجود على ان راجل وصل نهائي
وعندنا غيابات كتير وانا من مش من حته ان انا اكبر واخلي الدنيا تتقلب ان النادي الاهلي ضاعت منه بطوله او بطولتين. لا، النادي الاهلي بياخد بطولات على طول، واحنا متعودين بس الجمهور متعود ان هو ياخد بطولات على طول. لكن انا بطمن الجمهور ان ايه المشكله من النادي الاهلي يضيع منه بطوله افريقيا. هو على حسب بس ان الجمهور دايما شايف ان الاهلي دايما في المطلع. لا، ما انت ما فيش حد هيفضل يكسب على طول. ما فيش حد هيفضل طول العمر ياخد بطولات. يعني الجمهور دايما عايزك تكسب وعايزك في المركز الاول، ودي طبيعته. انت عندك دلوقتي هو عاوزك تاخد بطوله، تمام؟ انت دلوقتي ايه اللي حصل للبطوله؟ انت لاعب نهائي، هو انت طالع من دور ال 16 من دور ولا اي ادوار، انت لاعب نهائي يعني وصل نهائي. يعني معنى كده ان الجهاز اللي كان موجود جهاز شغال كويس. انا معاك ان الجهاز اشتغل وعمل كل حاجه، بس انت ايه، لكن انت مطالب انك انت هتاخد بطوله. بالظبط، مطالب الجمهور عايز بطوله، تمام. لكن انت في نفس الوقت بتحاول تجتهد وبتوصل، لان انت دايما في كلمه يعني ثابته في النادي الاهلي، المركز الثاني زي المركز الاخير، تمام. فعشان كده الجمهور بيبقى عايز تكسب البطولات، وعايزك تتواجد دايما في المركز الاول، تكسب بطوله عربيه، بطوله افريقيه، دوري. انت ممكن تكسب دوري ويخلص ثاني يوم يفكر معاك في الكاس، تمام. هو ده النادي الاهلي بيلعب. النادي الاهلي بيلعب 7 بطولات او 8 بطولات، بالزبط. بيبقى بيلعب على ال8 بطولات ان هو ياخده. بالظبط. لكن بالنسبه للجهاز، شايف ان الجهاز ادى بشكل كويس، وصل لنهائي افريقيا لولا الظروف اللي كانت محيطه حواليه من اصابات وغيابات اثرت بشكل، تمام. انت لو كنت كسبان هي 3-1، طب لو انت رحت اتغلبت 1 أو 2 وعديت وخدت البطوله، كان ايه اللي هيحصل؟ كان في حاجه تحصل من الكلام ده؟ لا، هو طبعا الجمهور كان خلاص انت كسبت البطوله خلاص، ولا كان في اي حاجه تتكلم، بس هو الجمهور عاوز بطوله وخلاص. هي طبيعه كره القدم كده، هي دي طبيعه كره القدم، وهي دي المشكله اللي بتقابل اي لعيب يخش النادي الاهلي. اللعيب اللي يخش النادي الاهلي، يا جماعه انت داخل تاخد بطولات بس. يعني انت جاي النادي الاهلي، مش جاي النادي الاهلي عشان تاخد فلوس وعشان انت تبقى متواجد بس، لا، انت هتبقى مشكله بالنسبه لك. اي لعيب يخش النادي الاهلي ده معروف ان جاي ياخد بطولات بس، ولا يلعب على مركز ثاني ولا ثالث ولا اي حاجه، هي بطوله بس. طيب، اللي حصل بقى في الفتره الاخيره مدى تاثيره الفتره القادمه؟ انت عندك دوري عام، شايف الفتره القادمه بالنسبه للاهلي ازاي؟ لا، مش ما فيش خلاص، هو الموضوع اتلم. محمد يوسف تولى كمدير فني مؤقت. النادي الاهلي خلاص بيقفل الصفحه الاولانيه، بتتعدي بتخش بعديها خلاص كده اتقفلت كل حاجه، دخلنا في بطوله الدوري. طبعا محمد يوسف هيعد طبعا اللعيبه دي نفسيا وبدنيا وفنيا، وان شاء الله نمشي في الدوري كويس ان شاء الله. هي هتبقى برضه في حته مشكله، بس اللي هي التأجيلات اللي هي الكتيرة، اللي هي بتبقى نادي الزمالك، انت لاعب النادي الاهلي لعب 6 مباريات ونادي الزمالك ماشي اول، بتبقى مشكله انك انت غير ما تلعب ماتش بماتشو. يعني الزمالك يلعب النهارده، يبقى في فرق بنقط قليله، لكن لما يكون في فرق النادي الاهلي لعب 6 مباريات وفاضل له مثلا 7 مباريات مؤجلين او 8، بتبقى في مشكله. يبقى النادي الاهلي مطالب ان انا لازم كل ماتش لازم اكسبه عشان اوصل اكنه ماتش كاس. ما انت غير بتلعب مضغوط. حصل لنا الكلام ده في البطوله دي، كان في ماتشين مؤجلين والاول ماشي كويس ومستني وخلاص فرق 6 بونت، وانا اكسب الماتشين دول ابقى زيه، فوقعته. لكن طبعا النادي الاهلي عارفين هما بيشتغلوا ازاي، هي بتبقى في شد عصبي، لكن اللعيبه اللي موجوده دي لعيبه النادي الاهلي، وعارفه ان انا بلعب الماتش النهارده والماتش اللي بعديه عشان العب اكسب المشكره عشان ابقى اول الدوري. طيب، ماتش المقاولين العربي ان شاء الله يوم الثلاث الجاي الساعه 7 على استاد السلام، ودي مباراه في الجوله 16. شايف هذه المباراه ممكن تكون انطلاقه جيده للمشوار المحلي، دفعه معنويه قويه، ولا ضغط المباريات ممكن مع عدد من المباريات الجهاز الفني ليه تعامل نفسي لكل مباراه على حده؟ لا، زي ما بقول لحضرتك ان النادي الاهلي ما المباراه بتخلص النهارده بيفكر في النهارده، يعني هي المباراه دلوقتي خلصت دلوقتي، مش هيفكر بكره، لا، بيفكر النهارده المباراه اللي جايه عامله ازاي. اكيد محمد يوسف طبعا مدرب كويس، وهو صاحبي ولعبنا انا وهو فتره طويله مع بعض، وانا عارف ان هو بيفكر ازاي، هو مدرب كويس، هو مدير فني كويس، وهو مسك النادي الاهلي قبل كده وخد بيهم دوري عام، وكان اول مره يمسك لوحده. خد بطوله افريقيا عام 2013 وكان مساعد مع الكابتن حسام 2012 وخد بطوله افريقيا. لا، انا بتكلم لوحده. انا بتكلم ان هو مدير فني 2013 كان بطل افريقيا. محمد يوسف فهو مدرب كويس، فهيقدر يعد اللعيبه كويس ويبقى موجود معاهم نفسيا. وزي ما بقول لحضرتك ان هو محمد يوسف
قفل صفحه افريقيا وقفل الصفحه ديت وخلاص مفيش كلام تاني، ولا حتى هو بيفكر ان هو مدرب مؤقت ولا مدرب هيجي مدرب تاني، هو خلاص هو لغي الصفحه ديت من دماغه خالص، وهو بيبص كمدير فني دلوقتي ان ياخد بطوله الدوري العام. السبع مباريات من 27 نوفمبر حتى 30 ديسمبر مباريات حاسمه تحسم شكل المنافسه السنه دي؟ طبعا طبعا. بمعنى ان الوقت قليل. انا برضو عندي حته تحفظ في حته ان ولا لسه الدوري طويل. لا بص اقول لحضرتك حاجه، نادي الزمالك ماشي كويس قوي، يعني بيكسب كويس، في استقرار فني، في استقرار اداري. النادي الاهلي نفس الكلام، عنده استقرار فني دلوقتي واستقرار اداري، وقبل كده حتى لو النادي الاهلي ما خدش بطوله افريقيا وما خدش كاس وما خدش اي حاجه خالص، فالنادي الاهلي على طول عنده استقرار اداري بيلم بسرعه فني على طول. يعني هي خلاص، انا بقول لك دلوقتي بعد 24 خلاص من ساعه ما خدوا قرار بمحمد كده الموضوع اتقفل وصفحه جديده، ازاي ناخد البطوله دي، ازاي نلعب بالشكل ده. حته ان انا سبع مباريات او ثمان مباريات او 10 مباريات يحددوا الجدول، بيحددوه على حسب المنافس بتاعك. يعني انت مثلا في سبع مباريات وقعت فيه، طب خلاص، يعني مثلا وقعت لك في ماتشين ثلاثه اربعه، خلاص كده ممكن يبقى في مشكله بالنسبه لك. لكن لو النادي الزمالك خد الست سبع مباريات بتوعه بقى هو اول، بقى يبقى هنا في ايه؟ في منافسه، ولا ولسه الدوري لاخر مباراه يبقى لسه موجود في الملعب. لسه موجود الماتشات، لسه الدوري في الملعب طبعا. طيب الهلال هيلعب من 27 نوفمبر ل 30 ديسمبر سبع مباريات، الزمالك في الفتره دي مش هيلعب غير مباراتين في الدوري العام. مبدا تكافؤ الفرص ازاي يا كابتن جمال، في ظل ان بعض الاصوات طلعت انك اصل انت هتلعب في يناير عندك مباريات مؤجله هتستفيد بصفقات يناير؟ ما هو نفس الامر، حتى لجنه المسابقات خدت بنفس المقياس للفرق الاخرى المنافسه، وفضلت فضلت ان هي حتى الفرق دي ما تلعبش في شهر 12، يعني الزمالك مش هيلعب في شهر 12 الا مباراه واحده في المشوار المحلي. مبدا تكافؤ الفرص شايفه ازاي، وده ممكن ياثر على ترتيب المسابقه او جدول المسابقه في الفتره الجايه؟ لا هو كده خلاص، انت كده ما هو انت كنت بتلعب في افريقيا وبطوله عربيه وماتشات مؤجلات كتير، فانت خلاص انت لازم هتلعبهم امتى؟ بس هو الفكره مش عشان يلاعب المنافس مباريات قويه في شهر ديسمبر، والاهلي هيبقى لسه ليه اربع خمس مباريات مؤجله في يناير، فاجل للزمالك كمان اربع خمس مباريات في شهر يناير. ما ليه بقى، هي ليها حسبه ثانيه. لكن انا بالنسبه لي انا ك ك كفرقه النادي الاهلي ما بيفرقش معايا الست سبع مباريات اللي انا كنت لسه هكملها لك قبل ما انقل للنقطه ديت، ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير. يعني كل الناس لما يحصل عمليه استشفاء للناس اللي هي المصابه، النادي الاهلي يلعب كل يوم ماتش، مفيش مشكله. انا مش عايز يبقى فيه بس يقول لك ايه اصل انا اللعيب ده ما لعبش وعندي اثنين غايبين وثلاثه غايبين والكلام ده، لا ده النادي الاهلي المفروض ان كل الناس اللي متواجده جوه داخل الفريق يبقى كلهم على مستوى بطوله. يعني ما ينفعش انا النادي الاهلي ان اجي النهارده اقول انا غايب عندي اثنين ثلاثه فموقفين الفرقه، رغم ان في الكوره بتقول ان ممكن انا عندي مركز يعمل لي مشكله. طيب مين اكتر فريق لفت انتباهك في الدوري السنه دي يا كابتن جمال؟ الزمالك. شايف الحاله اللي هو فيها في التوقيت الحالي ماشي بشكل كويس؟ انا بتكلم فنيا وبدنيا ونتائج. الفرقه الثانيه اللي هي موجوده في الترتيب، يعني مثلا المصري تقريبا مش عارف ال 14 15، عندك الاسماعيلي واقع، عندك الاتحاد السادس دلوقتي، عندك في كام فرقه. لكن هتبص لها الدور الثاني، هتبص لها كل الكلام ده تعدي. الفرقه اللي هي عندها 23 بونت و22 بونت و21 بونت الكلام ده كله مش هيستمر كتير. هو اول ما النادي الاهلي يكسب له 6 7 مرات بطوله هبص لقى الدنيا رجعت تاني كما كان، قالوا زمالك مصر اسماعيلي. المنافسه شايفها ازاي السنه دي؟ في ظل ان في الاهلي لعب 6 مباريات، ليه 7 مباريات مؤجله، الزمالك هيكون عنده مباراه مؤجله تتلعب في يناير، بيراميدز ايضا هيبقى ليه حوالي مباراتين او ثلاثه هيتلعبوا ابتداء من يناير. شايف المنافسه ازاي في ظل ان المنافسه بين الاهلي زمالك بيراميدز المقاصه يعني جاي من ورا شويه 23 نقطه، الانتاج الحربي برده جاي خطوه خطوه. مفيش حد، وهي الكره اللي بتقول كده، والنتائج والتاريخ. كل مره بتيجي فرقه تفضل شغاله الدور الاولاني كله لحد ما يبدا النادي الاهلي يستعيد
امكانياته تاني ويلعب الماتشات والتاجيلات اللي هي موجوده يلعبها كلها ويكسبها. بص لها كل الجدول ده رجع كما كان تاني. اهلي زمالك شايفه محصوره بين الاهلي والزمالك بس مفيش. انا ما بقللش من حد، لكن هي دي هي دي احنا كنا بنلعب كان نادي الزمالك بقى فرق 13 بونت ونعدل البنات وناخد البطوله. فنادي الزمالك اللي هو كان المنافس كان بياخد اللي بياخد منك بطولات، فبالك انت الفرق الثانيه اللي هي موجوده لا مش هتبقى مفيش. هو قالوا زمالك. طب ايه اكتر السلبيات اللي شفتها السنه دي في الدوري المصري؟ الحكام. النتائج بتتاثر بسبب الحكام. حاجات غريبه. ضربات جزاء صحيحه 100% باينه ما فيهاش اي مشاكل. اوفسايدات موجوده، حاجات كتيره. لا الحكام الحكام اصل الحكام دول من هي هو رقم واحد الاساس اللي بينجح الفرقه. الحكم. لا السنه دي الحكام انا عن نفسي مش راضي عن التحكيم المصري. شايف الحكام كمان كان لهم دور في التاثير على شكل الجدول بالذات في المقدمه؟ لا 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 هي في اخطاء. يعني في اخطاء ممكن 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 تضيع منك 3 بونت، لكن هي لكن هي مش دايما مع فرق كتير. يعني ممكن مثلا انا النهارده مثلا في ضربه جزاء تتحسب تغير المباراه، لكن هي مش دايما على طول مع فرق. هي بتبقى اخطاء متداوله على المدى البعيد. طيب لكن انا بتكلم انا بتكلم طيب. ليه بتكلم ليه على الحكام؟ الحاجه الوحشه الوحيده اللي في الدوري ان الحكم في حاجات ضربات جزاء صحيحه 100% واضحه اي حد يحسبها، وضربات جزاء ثانيه يعني في ضربه جزاء تيجي في ايد واحد تتحسب مع واحد تاني ما تحسبش. المعيار القرار نفسه مختلف. انت عارف انا عندي حل للموضوع ده؟ والله بكلمك كده. ازاي بقى؟ بص مفيش حاجه اسمها تقدير للحكم. انت كل مره يقول لك اصل ايده ثابته، اصل ما حركش دراعه، اصل الكره متشاطه وهي اللي جت في ايديه. صح؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ مظبوط. والحكم مديله التقدير. انا بقول بقى ايه؟ ان اي كوره لو الواحد نام على الارض وجت في ايه؟ ضربه جزاء. انت عايز تحط معيار ثابت خلاص، ما عشان ما فيش حد يتكلم فيها. ضربه جزاء. طالما لو الراجل عامل كده والكره جت في ايديه ضربه جزاء، لو مسكها ضربه جزاء، لو هو واقع على الارض ضربه جزاء. كده انا بعمل ايه؟ ما بديش تحديد للحكم يحدد رؤيته جوه الملعب يقول ايه. هو خلاص انت واخد قرار جت في ايديه وهو واقع ضربه جزاء، لما يسحب ضربه جزاء اي حاجه ضربه جزاء. عموما في تعديلات اخيرا همنعها خالص. في تعديلات هتتم على قانون اللعبه ان شاء الله خلال الفتره القادمه عشان يتطبق باذن الله التعديلات دي ابتداء من شهر يونيو عام 2019. يعني مثلا ضربه المرمى لو الحارس سددها ممكن اللاعب الفريق يستلمها داخل المنطقه. ضربات الجزاء في بعض الحالات هيتغير المعيار فيها. يعني ضربه المرمى اللاعب بتاعه ياخدها منه من جوه ضربه جوه ال 18 يعني. بالظبط كده، فيحصل تعديلات. طيب اخر حاجه، اخر سؤال كابتن جمال، مين اكتر لاعب لفت انتباهك في الدوري السنه دي؟ احسن لاعب كيمو اللي هو بتاع البرازيل ده احسن واحد. كينو؟ كينو اللاعب البرازيلي. كينو دوت بدنيا كويس قوي، بدنيا كويس وفنيا كويس. مهم جدا انك انت اللعيب الكويس اللي انت بتختاره تقول ده لعيب كويس، ان يعرف يقف في الملعب، امتى يرقص، اتجاه الترقيص في اي مكان، امتى يشوط، امتى يعمل الباص. دي الحاجات اللي هي الفنيه اللي احنا كلاعب الكوره بنحسها في اللعيب اللي احنا بنختاره، اللي هو ده ان هو ده يبقى احسن لعيب النهارده او احسن لعيب السنه دي او احسن لعيب بالدور الاولاني. شايف هو افضل لعيب السنه دي في الدوري حتى هذه اللحظه؟ احسن لعيب. تمام. كابتن جمال مساعد، لو في كلمه اخيره تحب تقولها. بكلم جمهور النادي الاهلي، انا عارف ان انتوا زعلانين ان في بطوله افريقيا راحت مننا، احنا خدنا بطولات كتيره ولسه في بطولات جايه كتير ان شاء الله. وبطمن الجمهور على محمد يوسف، ياخد فرصته كويس قوي وما تقلقوش، والفرقه ان شاء الله هتبقى موجوده ان شاء الله وناخد الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن جمال مساعد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا والحمد لله على السلامه. بقى شفناك بعد فتره من الغياب. كان سعيد ان اكون معاك وفي قناه النادي الاهلي بيت الاول. شكرا لك كابتن جمال. كانت فقره حواريه مع كابتن جمال مساعد احد لاعبي جيل التسعينات، واتكلم عن مشواره داخل قطاع الناشئين والفريق الاول ثم انتقاله للاتحاد السكندري والتدريب
خلال الفترة الحالية. لكن في ختام هذه الفقرة أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين وفقرة كرة القدم العالمية وأحداث كثيرة في الدوريات الأوروبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والجزء الأخير في الأهلي الليلة، ودايما بيكون الجزء الخاص بالكرة العالمية. طبعا قبل ما نبدأ الكلام على الدوريات وقبل المباريات المرتقبة بعد قليل والنتائج اللي معظمها كان مفاجأة في لقاءات اليوم، لازم نعلق ونتكلم على طبعا اللي حضراتكم شفتوه وتعليق السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية أو الجمعية العمومية بعد اعتماد النظام الأساسي أو لائحة النظام الأساسي. طبعا يعني شفنا السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل والأستاذ خالد الدرندلي، وكمان هيبقى معانا أو معانا حاليا على التليفون سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك في العمر. إزاي حضرتك يا فندم، كله تمام؟ الله يخليك، الحمد لله، ربنا يخليك. طبعا يعني في البداية عايزين نعرف من سيادتك الكواليس أو الجماعة عمومية والنتائج بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي، وحضرتك يعني تشرح أكتر بما أن حضرتك كنت موجود النهاردة من أول اليوم لآخر، وكالعادة دايما حضرتك بتكون دايما موفق في أي جماعة عمومية أو في أي حدث بيكون داخل النادي الأهلي. الحمد لله، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني دي أول جماعة عمومية تعقد على بعد اعتماد لجنه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. طبعا انت حاضر معانا والجمعيه العموميه كلهم حاضر معانا، وسجلوا دستورهم واعلنت في الوقائع الرسميه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، فدي اول جمعيه عموميه طبق لائحه النظام الاساسي. اولا لائحه النظام الاساسي بتعطي حق لمجلس الاداره بالاشراف لاحدى الجهات او الهيئات القضائيه، تمام، ولكن مجلس الاداره برضو استمرارا للشفافيه وبعد اعطاء كافه الحقوق للجمعيه العموميه وسحب كثير من حقوق مجلس الاداره اصبحت في ايد الجمعيه العموميه النهارده، اصرينا برضو واصر مجلس الاداره ان كافه الاجراءات تكون تحت اشراف اللجنه الاولمبيه المصريه. طبقا للجنه الاولمبيه المصريه طبقا للقوانين المنظمه ولائحتنا اللي بتنظم هذا الكلام، خلينا اللجنه الاولمبيه هي اللي تكون اللي بتختار الجهه القضائيه، هي اللي بتختار الجهه الاداريه، هي موجوده. فالنهارده كان عندنا اشراف قضائي كامل مكلف من اللجنه الاولمبيه، موجود الجهه الاداريه هي اللي بتشرف برضه مع اللجنه الاولمبيه عشان خاطر الشفافيه. عقدت الجمعيه العموميه طبقا لائحه الاساسي للنادي الاهلي يومين، اليوم الاول وهو المفروض اكتمال النصاب القانوني ب 50% زائد واحد طبعا لم يكتمل، ده كان امبارح تاريخ 23. اليوم الثاني وبعد اعلان رئيس اللجنه القضائيه بعدم اكتمال النصاب القانوني 50% زائد واحد، فدعا للجمعيه العموميه طبقا برضه لائحه النظام الاساسي. المفروض انت بتبدا اليوم الثاني خلال اسابيع، ولكن احنا دعينا ثاني يوم على طول في تاريخ 24، برضه نفس القصه كانت باديه من 9 صباحا حتى 7 مساء، وبرضه لم تكتمل في الجمعيه العموميه. المفروض كانت 10% من عدد اعضاء الجمعيه العموميه او 5000 ايهما اقرب، لكن طبعا العدد برضه نصاب القانوني لم يكتمل. طبعا زي ما الاستاذ الدرنداني قال، يعني ده بيبقى ثقه من اعضاء الجمعيه العموميه في مجلس الاداره، وانا برضه ليا رأي شخصي عدم وجود رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب المعشوق ده برضه يعني اثر على عدم حضور. يعني كنا عايزينها تبقى ندوه فيها لقاء، فيها مجلس اداره بيلتقي فيه اعضاء جمعيه عموميه، بنقبل وبنسمع النقد، بيبقى في نقاش طالما في اطار اللوائح اللي احنا متربيين عليها متعودين عليها احنا بنسمعها، ولكن انا برضه متهيألي الناس بتحب دايما تتعامل مع كابتن محمود الخطيب ويبقى في نقاش، ولكن بندعو له كلنا يعني يرجع ان شاء الله باذن الله بالسلامه. وانا عايز برضه اطمن كل الناس وكل ده حضرتك يا فندم، يعني رديت على كل الاسئله اللي انا كنت المفروض اسالها لحضرتك، حضرتك اخذتها كلها. انت سايبني على التليفون فانا سمعت كل الاسئله، عمر سايبني بقى انا ارد على يعني احنا طول اليوم قاعدين فانا هرد على كل الاسئله اللي هم. طيب يا فندم، لا عايزين طبعا نطمن من حضرتك على كابتن الخطيب، وطبعا كلنا عرفنا ان العمليه الحمد لله تمت على خير، لكن عايزين نعرف من حضرتك هل هو صحيا الحمد لله كويس، بتتحرك بتتواصل معاه، هيرجع امتى ان شاء الله بالسلامه، كل تفاصيل. طيب ان شاء الله باذن الله هو خلال 10 ايام من موعد اجراء الجراحه، الحمد لله الاطباء طمنونا اللي هي ناجحه، فان شاء الله باذن الله يرجع بعد 10 ايام باذن الله. تمام، احنا بنتواصل معاه بصفه مستمره، ويمكن ده برضه ضغط زياده عليه، ولكن هو طبعا نتيجه اليومين اللي فاتوا ونتيجه مباراه الوصل كان في
اكثر من اجتماع مجلس اداره وقرارات مجلس اداره بتصدر برئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعاً. وخارج البلاد وبيتفقوا وبياخدوا قرارات احنا شفناها النهارده في قطاع كره القدم. ويمكن كان قبل ما هو يسافر كان كلف الكابتن سيد عبد الخير عبد الحفيظ بدراسه كل الملفات دي عشان خاطر يقعد عليه خلال اسبوع تقرير مفصل. ولكن طبعا نتيجه مباراه الوصل ففي حصل تغييرات احنا طبعا كنا شفناها. دي كان قرار مجلس اداره صادر من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بعد مناقشه اعضاء مجلس اداره بالكامل. امبارح كان في تواصل معاه برضه عشان اطمئنان على الجمعيه العموميه. هو دايما برضه نفس القصه بيرسل شكره وامتنانه من دعوات محبيه ومن الجماهير اللي بتسال عليه دايما. والنهارده برضه كان في تواصل الصبح وان شاء الله باذن الله يبقى في تواصل دايما عشان خاطر اطمئنان على النادي الاهلي وهو بيتابع وبيمارس مهامه سواء تواصل مع الاداره التنفيذيه او اعضاء مجلس الاداره او مع كابتن سيد عبد الحفيظ. الحمد لله رب العالمين كنا ندعي له هو يرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. سياده العميد يمكن حضرتك اتكلمت وقلت على ان الجمعيه العموميه لم يتم اكتمال النصاب القانوني. طبعا عايزين اعرف او بما ان حضرتك موجود معايا عايز اعرف من حضرتك ونشرح للساده الاعضاء ما معنى كلمه عدم اكتمال النصاب القانوني وايه النتائج المترتبه على كده. في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني وطبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي يفوض مجلس الاداره في اطار بنود جدول الاعمال للجمعيه العموميه التي لم يصدر قرار بشانها عدا بند واحد فقط وبند الميزانيه والحساب الختامي يرسل الى الجهه الاداريه المختصه ليتم ارسالها للجهاز المركزي للمحاسبه. فده بمثابه موافقه او تجديد ثقه في مجلس الاداره على الفتره اللي فاتت وعلى الميزانيه الموجوده. فبالتالي في جدول اعمال انت بتبقى عرضه واعلن عنه في جريده رسميه قبليها ب 15 يوم طبقا ل قبليها ب 21 يوم طبقا للائحه النظام الاساسي بتاعنا. احنا اعلنا عنها واخدنا اجراءاتنا كافه الاجراءات القانونيه سواء في الجريده الرسميه سواء في ثلاث فروع النادي الاهلي اللي موجودين سواء المقر الرئيسي الشيخ زايد مدينه نصر الكشوفات بتعلق سمعتها الكتيب بتاع الجمعيه العموميه عشان تبقى مطلعه على كل الامور اللي بتجري في النادي خلال الموسم العام الماضي بالكامل كانت موجوده برضو قبليها بثمان ايام. الاجراءات القانونيه دي كلها اجراءات قانونيه. فالحمد لله النهارده هرجع اقول تاني لم تكتمل. وانا رايي الشخصي يعني الندوه او النقاش اللي هو بيتم ما بين مجلس الاداره وبين اعضاء الجمعيه العموميه دايما بيفضل يبقى رئيس النادي موجود. فرئيس النادي النهارده نظرا لغيابه فيعني الحمد لله. ولكن برضه احنا شفنا اللفته الطيبه من نائب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وهم بيتمنوا الشفاء هم واعضاء الجمعيه العموميه وبيدعوا لكابتن الخطيب يرجع تاني ان شاء الله باذن الله بالسلامه. ورئيس اللجنه القضائيه برضه في لفته طيبه منه. فده طبعا يعني هو ده النادي الاهلي وهو ده محب النادي الاهلي وده مجلس اداره النادي الاهلي واعضائه. فاحنا ده بناء عليه النهارده يعني يفوض مجلس الاداره في بصمه جدول الاعمال للجمعيه العموميه والميزانيه هيتم ارسالها للجهاز الاداري ارسالها للجهاز المركزي المحترف. ده الجمعيه العموميه الاولى عقب على القائمه على لجنه لائحه النظام الاساسي وليست اللائحه الانتخابيه. طبعا بنهني اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه ولكن هيبقى برضو البحث عن البطولات، هيبقى برضو البحث عن افريقيا، هيبقى برضو البحث عن كره القدم، النادي الاهلي كره القدم ان شاء الله باذن الله. واحنا عايزين نطمن جماهيرنا ونطمن اعضائنا مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيبذل قصارى جهده. الإدارة التنفيذية موجودة بتبذل قصارى جهدها، ناس قاعدة من أصغر عامل في النادي الأهلي لرئيس النادي كلهم بيبذلوا أقصى جهد عشان خاطر يحققوا طموح حلم النادي الأهلي إن شاء الله. طب سيادة العميد هتاخد أجازة ولا لسه بقى مكمل طحن كده مفيش راحة خالص؟ والله نتمنى نتمنى ناخد أجازة بس شفنا حضرتك إحنا عندنا ماتش المقاولين طبعا بنجهز له من دلوقتي إن شاء الله. عندنا مجموعة مباريات خمس أو ست مباريات ورا بعض الفترة اللي جاية فبندعو الفريق كرة القدم إن شاء الله وندعو إن شاء الله لعبتنا وفرقتنا محتاجه مسانده الجميع طبعا معاهم. النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي دايما الناس بتقف معاه في ال 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 هقول ايه يعني الانتصارات بنبقى فرحانين بيه وساعه ما في هزيمه بنقف جنبه بنقف جنب النادي الاهلي عشان خاطر النادي الاهلي دايما هو اللي عود جمهوره عود ابنائه زي ما احنا المركز الاول زي ما الانتصارات ان شاء الله وهترجع تاني باذن الله طالما الكل بيبذل جهد لهدف واحد وان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. يعني تفاؤل حضرتك ده واضح جدا ومهم جدا للجمهور اكيد لكن يعني عايز اخد من تفاؤل حضرتك رساله او كلمه توجهها للجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه من الواجبات اللي المفروض تكون عليه تجاه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. اولا لازم نبقى عارفين ان جمهور النادي الاهلي عارف كويس قوي
لازم يكون عارف ان احنا مقدرين يعني الحزن والزعل اللي في الجمهور المتخيل فيه، لان هذا الجمهور هو اللي بيشيلك على اعماقه وانت كسبان. هذا الجمهور النهارده لازم يكون عنده حاله غضب دي مشروعه جدا جدا، ولكن جمهور النادي الاهلي لازم يكون متاكد. هرجع اقول ثاني، اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي بيوصلوا الليل مع النهار عشان خاطر يحقق طموح الجمهور. لو حد فاكر غير كده يبقى هو غلطان. احنا قاعدين عشان خاطر احنا بنفرح زي ما انت بتفرح، بنتحمل مسؤوليتنا وعندنا يعني زعل، ولكن المسؤول عن الاداره دايما بيحاول يشوف الحلول وبيجد الحلول، ولازم تبقى انت بتحافظ على بيتك ازاي من جوه. احنا ما بنهدش البيت، احنا بنحافظ عليه وبنعمل التغييرات المطلوبه. رئيس النادي ومجلس اداره بيتحركوا بيحققوا التغيير المطلوب مع الحفاظ على البيت من الداخل، وهو ده الاهم. احنا ما بنعملش انهيار، احنا بنحقق صالح النادي الاهلي، احنا بنحقق النتيجه او الجمهور بيحلم بيه. عشان اعمل كده بتحافظ على البيت من جوه، ولكن تاكد زي ما احنا جمهور النادي الاهلي غضبان واحنا مقدرين هذا الغضب، لان جمهور النادي الاهلي ده اللي نام في الشارع عشان خاطر يجيب تذكره المباراه، جمهور النادي الاهلي ده اللي بيتواجد في كل حته، احنا مقدرين هذا، فتاكدوا ان احنا يعني هقول ايه ما بنشوفش البيوت عشان خاطر نحقق حلم النادي الاهلي. يعني دي حضرتك احنا كلنا شاهدين على كلام حضرتك وكلنا مؤيدين وكلنا طبعا داعمين للنادي الاهلي ولمجلس الاداره، وان شاء الله يعني كل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معايا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واتكلم على اول جمعيه عموميه بعد ما تم اعتماد لائحه النظام الاساسي في عهد مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم سمعتم كل التفاصيل وكل الكواليس، سواء بتنظيم اليوم وازاي اليوم مشي، وكمان ما معنى كلمه عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه، وختاما بمباراه يوم الثلاث القادم امام المقاولون العرب في بطوله الدوري العام. وكلمه مهمه جدا جدا من سياده العميد محمد مرجان الى جمهور النادي الاهلي. واخيرا وليس اخيرا، كل ان شاء الله يعني نتمنى ان الكابتن محمود الخطيب يرجع بألف مليون سلامه لأرض مصر إن شاء الله. هيرجع بعد 10 أيام زي ما سيادة العميد اتكلم وقال، وإن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويبعد عنه أي حاجة وحشة. وفي الأول وفي الآخر كابتن محمود الخطيب هو معشوق الجماهير بغض النظر عن أنه رئيس النادي الأهلي، لكن كلنا بنحبه، كلنا يعني أنا حتى يعني أنا ما شفتوش وهو بيلعب كرة قدم، لكن السمعة الطيبة والكلام الطيب والأخلاق اللي احنا بنشوفها والمعاملة الطيبة اللي بنشوفها منه والفيديوهات بقى اللي عايشين عليها من زمن بعيد جدا جدا، ده يحببنا في الكابتن محمود الخطيب. ونخلينا ندعي له هو او اي حد بيمر باي شيء في صحته، نحن ندعي له ان ربنا يشفيه ويعفي. خلصنا الجمعيه العموميه والاخبار، نخش بقى سريعا على الكره العالميه. الاحداث كتيره جدا جدا معانا النهارده. بعد تقريبا 10 دقائق هتبدا مباراه برشلونه واتلتيكو مدريد في بطوله الدوري الاسباني، مباراه قويه جدا جدا. هنقول لحضراتكم تشكيل برشلونة، هنقول لحضراتكم تشكيلة أتلتيكو مدريد، لكن كمان بعد حوالي 25 دقيقة هتبدأ المباراة الأكثر سخونا، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، فمباراة العودة في نهائي كوبا ليبرتادوريس، واللي انتهت المباراة الأولى بتعادل الفريقين 2-2 في ملعب لا بومبونيرا. طبعا يعني انا قلت لحضراتكم 25 دقيقه على بدايه المباراه، لكن احداث الشغب اللي موجوده وان جمهور ريفر بليت طبعا يعني استقبل اتوبيس بوكا جونيورز بالطوب وبالزجاجات، وبالتالي ادت الى اصابه بعض لعيبه فريق بوكا جونيورز، واحتمال يعني المباراه تتلعب بس في غير ميعادها او المباراه تتلغي او تتاجل، لسه ما حدش عارف. الاجواء سخينه جدا في الارجنتين، نهائي فعلا، نهائي يعني موت زي ما بيقولوا، لكن هنشوف ايه اللي بيحصل. لكن خلينا احنا في الايه، في الكره الاوروبيه بتاعتنا اللي دايما بيكون فيها نظم، بيكون فيها قوانين، بيكون فيها احترام للمواعيد، بيكون فيها خطوط حمراء للجمهور، خطوط حمراء للاعبين، ما حدش بيقدر دايما يعدي الخط الاحمر. كلنا اكيد بنتعلم من اوروبا، امريكا اللاتينيه احنا عارفين ان دايما ان النظام عندهم مش صارم زي اوروبا. لكن عشان الكلام ما ياخدنيش ونخوض في نتائج اليوم، طبعا هنبدا بالنجم المصري محمد صلاح، و
فوز فريق ليفربول على واتفورد 3 أهداف مقابل لا شيء، وبسم الله ما شاء الله اللي افتتح التسجيل والأهداف هو محمد صلاح نجمنا المصري على أو تمريرة من ساديو ماني المنافس اللدود لي في هدافي فريق ليفربول محمد صلاح بهدفه النهاردة بيتخطى عدد أهداف ساديو ماني 6 أهداف ويوصل يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي لليفربول ب7 أهداف. طبعا هاري كين متفوق على محمد صلاح، لكن زي ما حضراتكم شايفين دي بعض الصور واللقطات الخاصة بمباراة واتفورد واحتفال محمد صلاح بعد الهدف معه طبعا شاكيري اللاعب المميز جدا اللي واحد من اهم مفاتيح اللعب اللي موجوده في فريق ليفربول. طبعا الكسندر ارنولد متالق كمان واحرز هدف، وكمان يعني لكن للاسف مانشستر سيتي بيقدر ان هو كمان يفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء علشان خاطر يفضل مكمل في فارق النقاط او نقطتين ما بينه وما بين فريق ليفربول. لكن هقول لحضراتكم سريع نتائج الدوري الانجليزي اللي اتلعبت اليوم، وكمان هنقول لحضراتكم ايه اهم اللقاءات اللي هتقام غدا ان شاء الله. برايتون وليستر سيتي المباراه انتهت 1-1، ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس على ملعب الاولد ترافورد يعني نتيجه سلبيه، ومانشستر بيخسر نقطتين مهمين جدا، وايفرتون بيفوز فوز مهم جدا على كارديف 1-0، وفولهام بيفوز على خصم قوي جدا ساوثامبتون 3-2. بالمناسبه دي اول مباراه لرانييري المدير الفني السابق لليستر سيتي لقياده فولهام، وبالتالي بيفوز فوز مهم جدا. واضح ان رانييري على فكره يا جماعه رانييري عمل اتفاق او عمل ديل مع لعيبته، قال لهم في كل مباراه هتخرجوا فيها 0 من الأهداف هجيب لكم جانك فود، او هجيب لكم اكل سريع زي ما بنقول عليه ماكدونالدز كنتاكي بيتزا هات الحاجات دي كلها. يعني لو خرجوا ب0 من الأهداف في مرماهم، يعني ما دخلش فيهم ولا هدف. يعني النهارده خرجوا 3-2، وبالتالي الموضوع ده بره تماما الاكل اللي كان مفروض رانييري متفق معاه عليهم. زي ما قلت لحضراتكم لعيبه الكره بتعشق الجانك فود علشان هم بيعيشوا حياه صحيه، بيكونوا بعدين عن اي حاجه ليها علاقه بقى بالمشروبات الغازيه بالاكل السريع زي ما قلت لحضراتكم بكل حاجه ماكدونالدز كنتاكي بيتزا هات يعني كل حاجه يعني من الشارع لعيبه الكره ممنوع منها. فرانييري قال لهم لو كل مباراه خرجنا شباكنا نظيفه من الاهداف هجيب لكم اكل من اللي انتم بتحبوه، وبالتالي النهارده بيحرموا من اول مكافاه من رانييري. لكن اخذوا طبعا او اخذوا حاجه مهمه جدا جدا وهي 3 نقاط في اول مباراه مع رانييري. ويست هام بيخسر 4-0 مش 3-0 انا اسف لمانشستر سيتي. يعني السيتي يعني مرعب متالق بيجيبوا 3 أهداف من داخل منطقه الجزاء، ودي اهانه كبيره جدا جدا للخصم. ويست هام بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، ويست هام مش من الانديه الصغيره، يعني من الانديه الكبيره جدا. ودلوقتي مانشستر سيتي اي نتيجه اقل من 3-0 هي نتيجه غير مرضيه لجوارديولا، فالطبيعي 3-4-5 دي نتائج طبيعيه جدا بالنسبه للسيتي. لما السيتي يكسب 1-0 او 2-0 نقول السيتي ما كانش في يومه او السيتي فيه حاجه غلط. مباراه واتفورد وليفربول 3-0 لفريق ليفربول كمان خارج ملعبه، ودي حاجه ايجابيه جدا على فكره يا جماعه. مباراه واتفورد بره الملعب وفوز 3 نقاط مهمين جدا، دي من المباريات اللي بنهايه السيزون ممكن تخليك تفوز ببطوله الدوري، ممكن تخليك تتقدم في المراكز المؤهله لدوري الابطال. احنا عارفين ان الفريق اللي عايز يفوز بالبطوله لازم يفوز على ملعبه الاول، بره ملعبه لو فاز ده شيء اكيد جدا ومهم، لو تعادل ما يضرش خير وبركه. فبالتالي ليفربول بيحقق المعادله ان هو بيفوز بره ملعبه وجوه ملعبه، وبالتالي بيعرف ان هو يجمع اكبر عدد من النقاط علشان يفضل ماشي في الطريق الصحيح. ليفربول ما خسرش في ولا مباراه ببدايه السيزون، وبالتالي يورجن كلوب بيحطم ارقام قياسيه جديده مع فريق ليفربول، وبالتالي يورجن كلوب اكيد في تقدم واكيد في ازدهار مع فريق ليفربول. اما اخيرا والمفاجاه الكبرى، وتوتنهام بيفوز 3-1 على تشيلسي علشان توتنهام هو اللي يوقف القطار السريع لفريق تشيلسي في عدم الخساره للموسم الحالي مع مدربه ساري، علشان تبقى اول هزيمه لفريق تشيلسي على ملعب ويمبلي ضد فريق توتنهام اللي بيفوز 3-1. طبعا بنهايه جولات اليوم مانشستر سيتي
طبعا يعني 35 نقطة مانشستر سيتي، المركز الثاني ليفربول 33 نقطة، توتنهام صاحب المركز الثالث ب 30 نقطة، أما تشيلسي صاحب المركز الرابع ب 28 نقطة، اللي لو حتى أرسنال صاحب المركز الخامس 24 نقطة قدر إن هو يفوز في لقاء بكرة هيبقى فارق نقطة ما بينه وما بين نادي تشيلسي. أما مباراة طبعا اللي كنا بنتكلم عليها مباراة توتنهام وتشيلسي، أحرز الأهداف دالي ألي في الدقيقة 8 وهاري كين في الدقيقة 16، و طبعا صون اللاعب الكوري في الدقيقة 54، أما في آخر خمس دقائق أوليفر جيرو بيحرز هدف الأول أو الهدف الوحيد أو حفظ ماء الوجه زي ما بنقول في لغة كرة القدم لفريق تشيلسي. ومن الدوري الإنجليزي أو نقول لحضراتكم، خلينا نكمل معكم للدوري الإنجليزي عشان نقول لحضراتكم مباريات بكرة. بورنموث هيلاعب بفريق أرسنال الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، وولفرهامبتون هيلاعب هادرسفيلد رمضان صبحي إن شاء الله نتمنى أن هو يكون موجود في المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نروح سريعا إلى الدوري الإسباني وآخر نتائج اليوم. إبار يعني 3-0 ضد ريال مدريد، هعلق سريعا على احداث المباراه. ريال مدريد يعني حتى تحت قياده سانتياغو سولاري، لكن ريال مدريد وانت بتتفرج عليه تحس ان انت بتتفرج على ريال مدريد مع لوبيتيجي، لسه في روح انهزاميه، ما فيش تطور في الاداء. سولاري بعد ما اخذ الفريق وطبعا كلنا اكيد شفنا المكسب اللي كان سولاري بيحققه في اخر 4-5 مباريات، لكن بالنسبه لي كانت مباريات ضعيفه جدا، ما نقدرش ان احنا نحكم عليها ونقول ان سولاري بيحقق شيء جيد مع ريال مدريد، لكن المكسب بيجيب مكسب والفوز في حد ذاته هو الفيصل في كلامنا على المدير الفني. لكن ريال مدريد كمان هنحط نقطة مهمة جدا وهي التوقف الدولي للمنتخب الإسباني وخسارة المنتخب الإسباني في دوري الأمم الأوروبية وعدم صعوده، ده كان شيء سلبي جدا جدا على ريال مدريد وعلى اللعيبة اللي كانت موجودة مع ريال مدريد. طب واحنا بنتكلم على ريال مدريد وبنتكلم على إبار، واحنا بنتكلم على دير شبيجل الجريدة الألمانية اللي كانت بتفجر كواليس كثيرة جدا بفساد موجود داخل منظومة كرة القدم، قالت ان في 2017 في نهائي كاردف ريال مدريد ضد يوفنتوس واللي انتهى بفوز ريال مدريد على يوفنتوس وتتويجه بالبطولة الثانية على التوالي في عهد زين الدين زيدان، قالت ان سيرجيو راموس كان في تحليل منشطات بعد المباراة والنتيجة طلعت إيجابية وبالتالي تم التكتم على الموضوع وفقط التحذير لطبيب الفريق، وبالتالي اذا ثبت الامر فعلا يا جماعة المواضيع دي كلها اللي عمالة تفجرها دير شبيجل دي هتيجي يعني على دماغ كرة القدم العالمية وبالتالي هتفتح مواضيع كثيرة جدا. لكن ده كان الكلام يخص سيرجيو راموس وريال مدريد، والكلام ده أنا مش بقوله من دماغي، لا الكلام ده موجود في جريدة دير شبيجل الألمانية وكلام موجود في كل صحف المواقع العالمية إن سيرجيو راموس في نهاية 2017 اللي كان موجود في كاردف في ويلز تم تحليل منشطات ليه بعد المباراة وكان موجود عينة إيجابية وبالتالي هو تم تعاطيه أيا كان بقى دواء من قائمة الممنوعات أو من الأدوية المجدولة وتم تناولها وما تمش اختار الاتحاد الأوروبي وبالتالي ده يكون خطأ الدكتور مش خطأ اللاعب وكان في مادة منشطة وبالتالي تم التكتم على الأمر وفقط تحذير الدكتور أو طبيب الخاص بالفريق. طبعا فالنسيا بيفوز 3-0 على رايو فايكانو وفريق هوسكا بيتعادل 2-2 مع فريق ليفانتي. اما المباراه المرتقبه دلوقتي حالا مباراه برشلونه واتلتيكو مدريد، هنقول لحضراتكم سريعا تشكيله الفريقين ونبدا باتلتيكو مدريد اللي صاحب الارض والجمهور واللي بيلعب على ملعب واندا متروبوليتانو الملعب الجديد والخاص باتلتيكو مدريد. اوبلاك في حراسه المرمى، فيليب لويس لوكس وسافيتش وارياس اربعه في خط الظهر، ليمار ورودي وساؤول وكوكي اربعه في خط الوسط، اما الثنائي الهجومي أنطوان جريزمان ودييغو كوستا. برشلونة نبدأ بحراسة المرمى، تير شتيجن أربعة في خط الظهر، ناحية الشمال جوردي ألبا، أومتيتي بعد العودة من الإصابة، بيكي في قلبي الدفاع، واسميدو الظهير الأيمن، أربعة في أو ثلاثة في خط النص، سيرجيو بوسكيتس
وروبرتو سيرجيو روبرتو وأليكسيس فيدال، ده بعد الكارت الأحمر اللي تلقاه راكيتيتش في المباراة الأخيرة. والثلاثي الهجومي سواريز وميسي وأرثر، أرثر النهاردة بيحل محل كوتينيو في الهجوم. طبعا الغيابات اللي بتغيب عن فريق برشلونة راكيتيتش وكوتينيو وفيرمايلين وتسامبير، أما الغيابات اللي بتغيب عن أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم هو جودين وأخوان فران وخيمينيز. أنا شايف من وجهة نظري ان جودين واخوان فران اتنين من القوة الضاربة وممكن يكونوا من اصحاب الغيابات الايجابية جدا 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 على فريق برشلونة والسلبية جدا على فريق اتلتيكو مدريد، وبالتالي ممكن تكون مباراة سهلة ما بين لفريق برشلونة بما ان طبعا جودين كابتن الفريق وواحد من قلب الدفاع المميزين جدا في العالم، وكمان اخوان فران وجوده ناحية اليمين هيسهل المأمورية الى حد ما على جوردي ألبا. نروح سريعا الى مباريات الدوري الإيطالي وبعد اللقاءات اللي اتلعبت لحد دلوقتي. يوفنتوس بيفوز على سبال 2-0، الدون كريستيانو رونالدو بينجح انه يجيب هدف الاول ومانزوكيتش الهدف الثاني، اودينيزي بيحقق مفاجأة بيفوز على فريق اس روما 1-0، وانتر بيلعب دلوقتي مع فروزينوني وبيفوز 1-0. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي قدام حضراتكم دي، انا ليه بنعرضها وليه بنتكلم على يوفنتوس والدوري الايطالي وعرضنا صوره رونالدو؟ رونالدو يعني في زي ما حضراتكم شايفين في علامه حمراء في وش رونالدو، ده مش رونالدو بس، ده كل لعيبه الدوري الايطالي النهارده تحديدا كلهم نازلين بنفس ده كلايفرت لاعب فريق روما نفس الطريقه بالظبط، عنده خط احمر في خده سواء الايسر او سواء الايمن، ودي رساله كل الدوري الايطالي بيحدد يوم معين لحدوث الاشاره اللي حضراتكم شايفينها، وده بيقول لا للعنف مع المراه. طبعا لفته طيبه جدا واكيد حاجه يعني نادرا ما بنشوفها، يعني ما بنشوفها في ملاعب اوروبا، لكن الدوري الايطالي بيوجه رساله ضد العنف مع المراه، وبالتالي هي رساله طيبه جدا جدا جدا. المراه اكيد شيء مهم جدا وهي نص المجتمع زي ما حضراتكم عارفين، هي ام واخت وزوجه او ابنه، وبالتالي يعني كانت رساله مهمه جدا جدا من الدوري الايطالي. وبالمناسبه مش اول مره يقولوها او مش اول مره يعلنوا عنها او مش اول مره يشيروا اليها في مباريات السيريا. مباراه بوكا جونيورز وريفر بليت، المباراة هتقام في نفس الميعاد الساعة 10 إن شاء الله، كمان 10 دقايق بتوقيت القاهرة. المباراة أكيد مذاعة على القنوات المفتوحة، وكمان مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المباراة اتلعبت حالا فات منها حوالي 3 دقايق أو 3 دقايق ونص، والمباراة بدون أي أهداف. هنكمل معاكم بقية الدوريات، احنا اتكلمنا على الدوري الإيطالي، مباراة هنتكلم على الدوري نروح للألماني. بايرن ميونخ بيتعادل 3-3 مع فريق دوسلدورف وبيكمل سيناريو يعني السقوط إلى الهوية ونزيف النقاط علشان يوسع الفارق ما بينه وبين بروسيا دورتموند إلى 9 نقاط بعد ما كانوا 7 في الوقت اللي دورتموند بيفوز فيه 2-1. دورتموند بعد الفوز ده طبعا بيرفع رصيده إلى 30 نقطة وبيبعد الفارق ما بينه وما بين اف سي بايرن ميونخ ل 21 نقطة لتسع نقاط. وبالتالي اولا بروسيا دورتموند بيعيش فترة مهمة جدا جدا في عهده الكروي الحالي. بروسيا دورتموند بعد ما امبارح رسميا فعل الخيار شراء باكو الكاثير علشان يصبح لاعب لنادي بروسيا دورتموند من برشلونة لعام 2023، باكو الكاثير النهارده بينجح ان هو يجيب هدف لبروسيا دورتموند وبالتالي بتسع اهداف في 7 مباريات، وبالتالي هي صفقة ناجحة بكل المقاييس وبكل المعايير اللي في كرة القدم، بما ان احنا بنقارن بما ان راس الحربة بنحاسبه على الاهداف، وبالتالي هو من 7 لقاءات بيجيب 9 اهداف، وكمان عدد مشاركاته اللي بيشارك في كل مباريات فريق بروسيا دورتموند. لكن جدول الدوري الألماني دورتموند في المركز الأول 30 نقطة، وأينتراخت فرانكفورت 23 نقطة في المركز الثاني، ومونشنجلادباخ 23 نقطة في المركز الثالث، وفريق لايبزيج في المركز الرابع 22 نقطة، أما المركز الخامس 21 نقطة فريق بايرن ميونخ. تخيلوا حضراتكم لو الدوري انتهى كده فريق بايرن ميونخ الموسم القادم خارج دوري أبطال أوروبا إذا لم يفز بالبطولة أو
لم يتأهل إلى دور 16 وبالتالي حصل على مركز ثالث فنزل لليوروبا ليج وكسب البطولة. في الحالتين دول لو البطولة انتهت إن فريق بايرن ميونخ، وأنا إن شاء الله ما أعتقدش إن ده يحصل، لو خلص في المركز الخامس بايرن ميونخ هيكون برا دوري الأبطال الموسم القادم. طبعا إحنا بنكمل معاكم النتائج وكده، خلصنا معاكم معظم النتائج اللي موجودة سواء دوري إنجليزي أو أسباني أو إيطالي أو ألماني. الدوري الفرنسي حاليا شغال، مباراة باريس سان جيرمان وتولوز انتهت بفوز باريس سان جيرمان 1-0 على تولوز. أما الكلام بقى اللي بيتقال على المباراة القادمة في الدوري الأبطال، هل امبابي ونيمار هيشاركوا في المباراة بعد الإصابات؟ طيب رسميا مباراة بوكا جونيورز وريفر، أنا تعبت كل شوية أقول لحضراتكم رسميا مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في ميعادها، رسميا مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اتأجلت لمدة ساعة علشان تقام الساعة 11 بتوقيت القاهرة. طبعا أحداث دامية، أنا شايف أن طبعا ده تهريج اللي بيحصل، لكن هذه طبيعة البلد ودي طبيعة المباراة دي تحديدا بيكون فيها الأحداث الساخنة، وبالتالي المباراة أجلت ساعة وده أمر وارد جدا وما حصلتش قبل كده، لا دي بتحصل على طول في الدوري الأرجنتيني إصابات. يعني في فيديو كنا محضرين وحضراتكم لكن تقريبا ما لحقناش أن احنا نعرضه، لكن هو عشان أنتوا كل شوية بيكون في حدث جديد. فيديو أن هم كنت هوري حضراتكم ازاي بيهربوا الشماريخ في الاطفال الصغيرين. تخيلوا حضراتكم جمهور ريفر بليت، الجمهور العاشق لكره القدم المجنون، جمهور المجنون اللي بيهرب شماريخ في ملابس الاطفال الصغيره عشان هما بيتفتشوا، يعني وعشان هما بيتفتشوا محدش، يعني هما اكيد مش بيتفتشوا الاطفال الصغيرين، بيتفتش اولياء الامور، محدش يفتش الاطفال الصغيرين، يخشوا الملعب ياخدوا الشماريخ يولعوها يقلبوا الملعب ويعملوا طبعا رعب كبير جدا لفريق بوكا جونيورز. المباراه 2-2 في حاله تعادل سلبي، بوكا ريفر بليت هو يتوج بالبطوله. على فكره يعني هقول لك شويه ارقام لحضراتكم بما ان احنا بنتكلم على المباراه، بوكا جونيورز في حاله فوزه بالمباراه هيتوج ب 6 بطولات علشان يعني هيبقى البطوله السابعه عشان يتعادل مع اندبندي جارو الارجنتيني في عدد الفوز بكوبا ليبرتادوريس. اما فريق ريفر بليت طبعا بيحاول ان هو يحصل على اللقب رقم 4 في تاريخه. بوكا جونيورز لم يحصل على كاس للكوبا ليبرتادوريس منذ عام 2007، وريفر بليت اخر القابه توج بها كانت عام 2015، المره الاولى في تاريخ البطوله اللي يكون فيها نهائي ما بين الفريقين، واللي انطلقت من عام 1960. طبعا الانديه الارجنتينيه هي اكثر تتويجا بلقب تلك البطوله 25 مره، متفوقه على انديه البرازيل اللي توجت ب 18 مره. طبعا ارقام واضح ان في تفوق ارجنتيني على الانديه البرازيليه في عدد الفوز بالكوبا ليبرتادوريس او بطوله امريكا اللاتينيه. باريس سان جيرمان رسميا توخيل اعلن ان الفريقين او مباراه ليفربول وباريس سان جيرمان اعلن ان نيمار واعلن ان كمان امبابي هيكونوا جاهزين للموقع الحاسمه على ملعب بارك دي برينس او ملعب حديقه الامراء في بطوله دوري ابطال اوروبا ضد فريق ليفربول، ولا تكون حاسمه جدا اي نتيجه ايجابيه او تعادل ايجابي بين الفريقين في صالح فريق ليفربول، لكن اي نتيجه ايجابيه في التعادل او سلبيه في التعادل هيكون بمثابة خسارة لفريق باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان لابد أن يفوز بنقاط المباراة الثلاثة، لكن فريق ليفربول تعادل يفيده جدا جدا، أما مكسب خير وبركة وزي الفل ويعني يحط رجليه بنسبة 90% في دور ال 16. عشان كده بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لليفربول إن هو يفوز مع على أو يعمل نتيجة إيجابية سواء بالتعادل السلبي أو بالإيجابي أو بالفوز علشان محمد صلاح يكون موجود في دور ال 16. للأسف ثلاث فرق نابولي وباريس سان جيرمان وليفربول هنتحرم من إحدى الفرق الثلاثة في دور ال 16. بكرة إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هيكون في لقاءات في دوري الإسباني، أتلتيك بلباو ختافي وأشبيلية وبلد الوليد وإسبانيول وجيرونا، فيا ريال هيلاقي ريال بيتيس، الدوري الايطالي بارما وساسولو وبولونيا فيورنتينا، اما امبلي هيلاعب اتلانتا، نابولي هيلاعب كييفو ولاتسيو، اي سي ميلان مباراه مهمه جدا جدا على ملعب الاولمبيكو الساعه 7 بتوقيت القاهره، اما جنوا هيلاقي فريق سامبدوريا، وطبعا يعني في الدوري الفرنسي مونبلي هيلاعب ران ونيس هيلاعب ليل وامين هيلاعب مارسيليا، البونز ليجا فرايبورغ هيلاعب فيردر بريمن ومونشنجلادباخ هيلاقي هانوفر. دي اهم
اللقاءات اللي هتقام غدا ان شاء الله، غير طبعا زي ما قلت لحضراتكم ارسنال وبورنموث وولفرهامبتون وهادرزفيلد تاون. يعني سريعا قبل ما نختم مع حضراتكم والوقت بيجري معانا سريعا، كان في كلام على اجاري وكان في كلام على ويجن كلوب، والكلام والحرب البارده ما بين المديرين الفنيين. اجاري اتكلم وقال على ان محمد صلاح ان هو يرحل لو ما حققش بطوله مع فريق ليفربول الموسم الحالي. يورجن كلوب رد عليه وقال له ان انت عليك انت كمان ترحل لو ما حققتش مع منتخب مصر بطوله في خلال العامين القادمين، او بالاقرب في بطوله الامم الافريقيه القادمه. وقال ان كل واحد حر يتكلم في الحته اللي هو عايزها، احنا عايشين في مجتمع حر وفي اعلام حر ومحدش بيحاسب حد على كلامه، فهو يقول اللي هو عايزه وهنقول اللي هو عايزه. وفي الاول وفي الاخر محمد صلاح موجود معانا في فريق ليفربول وماضي عقد معانا طويل المدى، وكمان ساديو ماني بيجدد عقده معانا علشان يمضي والفريق دايما يكون في استقرار. والنهارده فريق ليفربول بيفوز 3-0، كل التوفيق اكيد للاثنين مديرين فنيين، اثنين مديرين فنيين على 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 اعلى مستوى، واكيد لهم تاريخ كبير جدا جدا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودي مع حضراتكم، وقت معاكم بيجي دايما بسرعه. نشوفكم ان شاء الله في الاهلي الليله بكره ان شاء الله. نشوفكم على الف خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.